صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هدير. صباح الخير يا صمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. ويوم الحد بداية الأسبوع بقى، ويعني معظم المدارس رجعت وكل الأشغال، وإحنا كنا بنتكلم مع حضراتكم طول الأسبوع اللي فات عن منتدى شباب العالم اللي كان موجود في مدينة شرم الشيخ على أرض السلام ومحافظة جنوب سيناء على وجه التحديد. والحقيقة إنه من وسط المشروعات الكتيرة والعملاقة اللي الدولة بتشتغل عليها وبتنفذها في محافظات جمهورية مصر العربية، لكن دايما بيكون في مشروعات ليها خصوصية وليها طبيعة متفردة عن غيرها، مش بس بالنسبة لمصر، لا كمان بالنسبة للعالم كله. وده بيظهر في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض سيناء، وهو موجود في سانت كاترين زي ما كلنا سمعنا عنه. خصوصية المشروع ده نبع من كونه إعادة لإحياء تجمع الأديان السماوية الثلاثة في تور سيناء، وده المكان الوحيد في العالم اللي تجلى فيه الله عز وجل للنبي موسى عليه السلام، وبيضم كنوز أثرية دينية زي دير سانت كاترين وجامع عمرو ومجموعة من الكنائس والأديرة الفريدة من نوعها. مشروع التجلي الأعظم هو مشروع بيخلي مدينة سانت كاترين مدينة يعني فيها نوع من أنواع تعظيم الاستفادة الكبرى من المنطقة، زي ما قالت هدير، كمنطقة روحانية، كمان هو قيمة مضافة حقيقية للإنسانية كلها، وموجود بمحيط جبلي جبل موسى وجبل سانت كاترين. المنطقة المهمة دي غابت عن دائرة الاهتمام، غابت عن دائرة الضوء لمئات من السنين. النهاردة في مصر مفيش حاجة مهملة، مفيش حاجة منسية. من هنا كان القرار بإعادة تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتطوير منطقة دير سانت كاترين المسجلة على قائمة التراث العالمي. ده طبعا مع مراعاة عدم المساس بموقع الوادي المقدس والجزء الرئيسي من المحمية الطبيعية، فضلا عن او بالاضافه للحفاظ على القدسيه الخاصه باثريه هذا الموقع. ايضا اعمال التطوير يا احمد اللي بتتم في المنطقه بتضم ترميم الجزء الغربي من مكتبه دير سانت كاترين، ودي المكتبه الثانيه على مستوى العالم بعد مكتبه الفاتيكان، لانه فيها مخطوطات في غايه الاهميه، بنتكلم عن 4500 مخطوطه، الى جانب طبعا ترميم بعض الكنائس داخل الدير زي كنيسه استفانوس ويوحنا، ده غير ترميم لوحه الفسيفساء، ودي اقدم واجمل فسيفساء موجوده في العالم وموجوده في كنيسة التجلي وبتعود إلى القرن السادس الميلادي. حالة حقيقية من التناغم والتكامل البيئي لمشروع عظيم، مشروع هيعمل إعادة إحياء للمدينة الروحانية، وبالإضافة لجذب السياح من كل دول العالم من كل وشتى بقاع الأرض، لأن مدينة سانت كاترين هي مدينة شاهدة على قصص وحكايات دينية موثقة.
والديانات السماوية الثلاثة زي ما قالت هدير كانت متواجدة في المدينة، أثرها موجودة لحد دلوقتي، علشان كده المشروع هيكون زي مزار روحاني على الجبل المحيط بالوادي المقدس، وده في ضوء المكانة العظيمة اللي بيتمتع بيها وبتتمتع بيها مدينة سانت كاترين ككل، يعني نوع من أنواع السياحة الدينية. صحيح يا أحمد، ويمكن موضوع السياحة الدينية ده ما كانش واخد حقه في مصر الفترة اللي فاتت، لكن الحقيقة أنه في خطة كبيرة جداً تتميز بالتناغم والتكامل بتحصل في القطاع السياحي، من أول ما شفنا يعني حفل المومياوات لافتتاح طريق الكباش مؤخرا، للاهتمام اللي بتشوفه كل المتاحف الموجودة داخل القاهرة وداخل كل محافظات جمهورية مصر العربية. منطقة سانت كاترين على وجه التحديد كان فيها مشاكل كتير، الناس اللي كانت بتحب انها تروح تعمل كامبينج وتقعد هناك وتتسلق الجبل كان بيبقى عندها مجموعة من التحديات، اعتقد ان الحكومة بتشتغل عليها بشكل كبير. احنا بنتكلم في 14 مشروع منفصل موجود في المشروع ده، بنتكلم عن مرحلة اولى تكلفتها تقريبا 4 مليار في هذا المشروع، بنتكلم عن عربيات كهرباء صديقة للبيئة توصل الناس زي الجولف كار كده، تاخد الناس من المكان اللي هم قاعدين فيه لفنادق كمان هيتم تطويرها بطريقة صديقة للبيئة توديهم لحد الدير، بنتكلم عن يعني تطوير للطرق وشبكات الطرق علشان نربط مدينة سانت كاترين بكل الطرق السياحية والمدن السياحية حواليها سواء شرم الشيخ أو أي مدينة سياحية، علشان نسهل الوصول لمدينة زي دي، لأنه الموضوع يستحق، هذه البقعة الفريدة من أرض الوطن تستحق كل هذا الاهتمام. بنتكلم على بنية تحتية يعني سليمة وجديدة تساعد الناس أنهم يكونوا موجودين هناك، شبكات تليفونات، لأنه طبعا كلنا نتذكر الحادثة اللي حصلت هناك، فالناس كانت بتحب جدا أنها تروح سانت كاترين، بنتفرج على صور ونكون متحمسين أن احنا نروح، لكن كان في مجموعة من التحديات دولة بتشتغل عليها دلوقتي وفي اهتمام كبير بهذا الموضوع، والحقيقة أنه مشروع يحمل الكثير من الأمل لأهالينا في جنوب سيناء وأعتقد للعالم وللإنسانية أجمع. بنصبح على حضراتكم في كل مكان وصباح الخير يا مصر. النهاردة يعني زي ما احنا متعودين مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم بكل تأكيد، وبنبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح. أهم هذه الأخبار إنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في سيناء، وأيضا رئيس الوزراء ألقى كلمة نيابة عن رئيس السيسي أمام هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والدكتور مدبولي استعرض مع وزير النقل عدد من المشروعات القومية للطرق. وأخبار تانية عبد الصمد، معنا كمان خبر من الأخبار المهمة اللي بيقول إن الحكومة نفت إصدار قرار بالحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية وهو 4000 جنيه لكل العقارات، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجراف بعنوان الاقتصاد المصري يبرهن على نجاحاته المستمرة. وزارة الداخلية كمان استعرضت زيارة وفد من مستشاري وزارة العدل للمركز الخاص بالإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، والبداية معك يا هدير. شكرا ليك يا أحمد. نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا النهاردة وخبر من أخبار أمس، وسيد رئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع مهم تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين. وجه سيد الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع، وده اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله عز وجل بالتجلي فيها ولتقديمها للإنسانية والشعوب بما يليق بمكانتها باعتبارها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور مصطفى منير مساعد وزير الإسكان، والدكتور ماهر استينو استشاري مشروع التجلي الأعظم. وقد وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلي فيها ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة. كما وجه سيادته أن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها،
وكذا تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها أثريا وبيئيا ودينيا واستشفائيا، بالإضافة إلى الارتقاء بكافة المباني والمرافق الموجودة بها. كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الخدمات لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمكان، وكذلك مراعاة اعتبارات التنمية المستدامة من خلال دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الاهتمام بالزراعة والمسطحات الخضراء والتنسيق الحضاري. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض كافة المكونات المخطط تطويرها في إطار مشروع التجلي الأعظم، بما فيها إنشاء مركز جديد للزوار ونزل بيئي وفندق جبلي متكامل ومجمع إداري جديد، وكذلك تطوير المنطقة البدوية والوحدات السكنية ومسارات المشاة ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق وأعمال الوقاية من السيول، فضلا عن إنشاء ساحة السلام لإقامة الاحتفالات والأنشطة والعروض المتنوعة. زي ما قلنا، مشروع بيعيد إعادة إحياء هذه المنطقة المقدسة وبيسلمها أو بيقدمها للإنسانية ككل. امبارح من ضمن الأخبار المهمة اللي كانت موجودة هو أن الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة. الكلمة دي كانت عبر تقنية الفيديو كونفرنس خلال اجتماع الهيئة الموسع لمكتب قمة الاتحاد الإفريقي، واللي عقد تحت رئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو. وخلال الكلمة تم التأكيد على ضرورة صياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب، وبالإضافة لتكثيف منابع تمويله. كمان التأكيد على سعي مصر لتقديم المساعي لدول القارة والمساعدة للدول ككل في القارة السمراء من خلال تكثيف الدورات التدريبية للكوادر الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع تابع في موقف عدد من مشروعات النقل اللي بتنفذها وزارة النقل على مستوى الجمهورية، وكلف رئيس الوزراء بالإسراع في بدء إنشاء المحور المقترح في منطقة القطا بمنشية القناطر، واللي شهدت مؤخرا حادث سقوط سيارة بها عدد من الركاب في نهر النيل فرع رشيد. وقال إنه الرئيس السيسي وجه بتنفيذ المحور لعدم تكرار مثل هذه الحوادث. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى امبارح الأخبار اللي تم تداولها بخصوص قرار باعتبار الحد الأقصى لتصرفات الضريبة العقارية بيقدر ب4000 جنيه على جميع العقارات بدون حد أقصى مهما بلغت قيمة العقار. المركز تواصل مع وزارة المالية واللي نفت كل الكلام ده وقالت إن المنشور ده مزيف ولم يصدر عن أي جهة رسمية، وإن الحكومة قدمت مشروع قانون بينص على إن الضريبة المقطوعة هتكون على العقارات اللي بيتم بيعها قبل إصدار القانون رقم 11 لسنة 2013، لكن التصرفات العقارية اللي تمت بعد كده هتكون بنسبة ضريبة بتقدر ب2.5% وبدون حد أقصى. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر امبارح انفوجراف بيوضح إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا وتوقعاته بأن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو جيدة في المستقبل. التقرير توقع أن مصر هتحقق ثاني أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وده بنسبة 5.5% خلال عام 2022. طبعا الإصلاحات الاقتصادية اللي تمت وبرنامج الإصلاح الاقتصادي كان هو كلمة سر فيما تحقق في الاقتصاد المصري، وخصوصا مع يعني جائحة كورونا اللي طرقت علينا وعلى العالم أجمع. طبعا مسألة الإصلاح الاقتصادي ساعد في أن احنا نكون متماسكين أمام الجائحة. صحيح. يمكن كان في كلمة بمناسبة الإصلاحات الاقتصادية دي هدير في منتدى الشباب لسه يعني مش من بعيد، أكد فيها السيد الرئيس خلال جلسة مشروعات تنموية لمواجهة الفقر بأن كل اللي بيحصل على أرض مصر يمكن كان السبب فيه هو الإصلاح الاقتصادي اللي راهن فيه السيد الرئيس على المواطن المصري وعلى السيدات المصريات، إن هي تقدر تدير
أمور بيتها بقى بشكل عام علشان نعدي من يعني هذه المحنة زي ما بنقول، وقدرنا إن احنا نحقق نجاح، وقدرنا إن احنا يعني يكون في إشادة من كبرى المؤسسات الخاصة بالتصنيف الائتماني وغيرها من المؤسسات المالية الكبرى العالمية اللي بتشير بالاقتصاد المصري. لا تجامل يعني البنك الدولي لا يجامل الاقتصاد المصري، صندوق النقد الدولي. النهاردة بنتكلم كمان عن مسألة دعم الشركات اللي تضررت خلال كورونا، دعم القطاعات اللي تضررت خلال كورونا. يمكن في شركات كتير لولا هذا الدعم كانت قفلت. صحيح، وكان الخيار الأصعب زي ما تقال فكرة العالم كله كان بيقفل، لكن احنا قررنا ان احنا نشتغل علشان نفتح البيوت، علشان يكون في فلوس بدل ما ندي يعني منحة للعمالة فقط، لا احنا بندي منحة كانت للعمالة غير المنتظمة، وفي نفس الوقت بيكون في بيوت مفتوحة وباب رزق مفتوح للعاملين تحديدا في المشروعات القومية الكبرى، لأنها لم تتوقف. كان كل اللي حصل فيها وقتها لو نفتكر الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية وتوفير اللقاحات. توفير اللقاحات فرق معنا كتير خلال هذه الأزمة، لأنه هي حرب لقاحات برضو الموضوع، يعني أنه الدول الكبرى بتحتفظ باللقاحات لنفسها ولمواطنيها، فمسألة أنه مصر وفرت اللقاحات كان شيء غاية في الأهمية. اللقاحات دي تحديدا عاوزين يعني نوجه عناية بقى السادة المشاهدين، يمكن العالم كله أوروبا كلها بتقفل بسبب أوميكرون. النهاردة الحمد لله عندنا في مصر الوضع مختلف تماما. في نسبة إصابة، النسبة بترتفع، لكن تعالي نشوف نسبة التعافي مقارنة بأول الجائحة كانت عاملة إزاي. نسبة يعني من بيتوفوا بسبب هذه أو هذا الوباء أو هذا الفيروس، النسبة كانت كبيرة. المرة دي النسبة أقل الحمد لله بسبب رفع المناعة، المناعة الناتجة عن فكرة التطعيم، لأن إحنا استهدفنا 40% تطعيم للأهالي، ودخلنا بعد كده دلوقتي في تطعيم الأطفال أيضا. فكل ده هي نوع من أنواع الإجراءات الاحترازية اللي بتقلل من حدة الوباء. الوباء موجود، الفيروس موجود، بس بعد كده هنتعامل معاه إن هو دور برد عادي بقى بقى. حالة من التوازن بين مسألة جائحة كورونا وبين إن إحنا نشتغل وتفضل البيوت مفتوحة. صحيح. قربنا على شهر مارس، وشهر مارس دايما مرتبط بعيد الأم. كل سنة وكل أمهات مصر بألف خير يا رب. يعني في خبر خاص بهذا الموضوع تحديدا، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قالت إن آخر موعد للتقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 هو يوم الخميس اللي جاي في كل مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وقالت إنه بعد غلق باب التقديم هيتم دراسة وبحث المرشحين تمهيدا لعقد اللجان المحلية واختيار المرشحات على مستوى كل محافظة، وبعدين هتعقد اللجنة المركزية لاختيار الفائزين على مستوى الجمهورية. والسنة دي تم استحداث فئة جديدة هتكون ضمن المكرمين، وهي الأم المتطوعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. حياة كريمة عاملة حالة من يعني حالات البهجة تحديدا، يمكن واحنا في منتدى شباب العالم شفنا الكل يعني بينظر لهذا المشروع ازاي، باعتباره مشروع فعلا قدر ان هو يحقق نوع من انواع العداله في التنميه، التوزيع الشامل والتوزيع الحقيقي في كل شبر من ارض مصر، في تنميه حقيقيه بيمس كل مواطن. بنتكلم على 60 مليون مواطن تقريبا بتتغير حالتهم. صحيح، مشروع حياه كريمه اعتقد انه يعني من سنين كتير هو المشروع الاعظم بالنسبه للريف المصري، مش بس في مساله التنمية في التعليم أو الاهتمام بالإنسان، احنا بنتكلم في يعني اهتمام على كل المستويات من أول البنية التحتية. صحيح. لحد وصولا للإنسان وتعليمه والثقافة والعدالة الثقافية. فالحقيقة مشروع يدرس ونموذج يحتذى به، مشروع حياة كريمة أعتقد أنه يعني تجربة مصرية فريدة حتى الآن من انطلاقه لحد وقتنا هذا، موفر 300 ألف فرصة عمل. ودي كانت نقطة غاية في الأهمية، إنه نشتغل بأهالي القرية أو النجع اللي إحنا شغالين فيه، نشتغل يعني بيهم. صحيح. مع المقاولين اللي موجودين، إن هم ياخدوا الناس أبناء القرية علشان نوفر فرص عمل داخل هذه القرية. صحيح. نروح مع حضراتكم لخبر آخر. وزارة الداخلية نشرت امبارح فيديو استعرضت فيه تفاصيل الزيارة اللي قام بيها وفد من مستشاري وزارة العدل لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون. تشهد المنظومة العقابية في مصر تطورا ملحوظا مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وتحرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية والإنسانية لزيارتها لمشاهدة هذا الإنجاز الحضاري الإنساني، ومنها هذه الزيارة لعدد من المستشارين بوزارة العدل لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون. الزيارة بدأت بقاعات المحاكمات
التي تم إنشاؤها داخل المركز، والتي تعكس التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل في توفير الأجواء الملائمة لتطبيق العدالة وتخفيف عناء انتقال النزلاء لأماكن محاكمتهم وإجراءات التأمين، حيث أشادوا بتلك الخطوة المهمة في سرعة الفصل في القضايا. دي نقلة نوعية في كل التفاصيل بتدل على أن في رؤية بتتعمل، نقلة تنقل بالفعل المؤسسات العقابية لمؤسسات تأهيل فعلا بتتواكب مع الرؤية الجديدة في الجمهورية الجديدة للدولة. يعني مثلا لما تبقى قاعة محكمة بهذا الشكل بهذا الأداء بهذا التخطيط لكل التفاصيل، بدءا من دخول المتهمين لمكان احتجازهم لمكان محاكمتهم لمكان مداولة القضاء. ما شاهدناه اليوم سواء في مقرات المحاكم أو في العنابر الخاصة بالنزلاء حقيقة بتؤسس لرؤية الدولة الجديدة في معاملة هؤلاء النزلاء وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع من خلال عدد من الأنشطة. وشفنا قد إيه حجم التطوير اللي تم في أبنية المحاكم من استخدامهم لتقنية المعلومات مراعاة لحقوق المساجين وحقوق الإنسان. تنقل الوفد بين جنبات ومرافق مركز الإصلاح والتأهيل لمشاهدة ما يتضمنه من مرافق توفر الرعاية اللازمة للنزلاء، وفي مقدمتها المركز الطبي بتجهيزاته التقنية والبشرية المتطورة لتوفير رعاية طبية فائقة للنزلاء، بل وقدرته على التعامل مع الحالات الحرجة. شفنا الرعاية الصحية بتاعتهم اللي بتضم أحدث الأجهزة الطبية اللي ما شفناهاش في أي مستشفيات خاصة. شفنا مراكز طبية على أعلى مستوى، شفنا مراكز تعليم فني، شفنا مخابز، شفنا أماكن صالحة جداً للمعيشة، مش هنقول كنزيل، هنقول كبني آدم. وأثنى الوفد على برامج التأهيل والإصلاح المتبعة والتي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية في رعاية النزلاء وحقوق الإنسان وتأهيلهم، وبهدف تقويم سلوكهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح، مع إثقالهم بالمهارات الحرفية اللازمة داخل الورش المختلفة والتي تضمن لهم التكسب من ورائها لمواصلة الحياة عقب الإفراج، وإعطائهم الفرصة للاندماج في المجتمع صالحين نافعين له. مستوى رائع 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 أكثر من رائع، بيحافظ على آدمية الإنسان. المؤسسة العقابية تطورت بشكل رهيب عشان خاطر تكفي نفسها وعشان خاطر تكفي المؤهلين اللي هيطلعوا تاني يعيشوا في المجتمع. المسألة بالنسبة لنا كان شيء مبهر. شفنا مجهود كبير، شفنا إزاي المسجون هنا بيلاقي أحسن معاملة، شفنا كل ما يخص حقوق الإنسان والمتوفر هنا في حقوق الإنسان من علاج، من أكل كويس، شرب كويس، عيشة كويسة. المسجون هنا بيعامل أحسن معاملة. اللي عجبني برضو إن النزيل أصبح إن هو لما بيجي يخش القطاع بيخرج منه متعلم حرفة جديدة، لو عنده أي مشاكل اجتماعية بتتحل، اللي بيها ما يخرج لمجتمع جديد بشخص جديد بكيان جديد ما يرجعش تاني. الحقيقة إن كان لازم إن إحنا نهتم بثقافة النزيل، نهتم بإمكانياته وقدراته علشان يكون أقدر على استيعاب الحياة بعد خروجه إلى الحياة العامة وبعد أداء مدة العقوبة. ما أصبحتش مدة عقوبة بالمعنى اللي كان معروف قبل كده، ولكن هي مدة للتأهيل وللتهذيب ولإخراج شخص صالح للحياة. وتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة مهمة على درب تطوير المنظومة العقابية في مصر، والتي تعتمد على التوسع في إنشائها لإغلاق كافة السجون العمومية التقليدية. ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله. النهاردة هتنطلق امتحانات الترم الأول لطلاب تانية ثانوي، وده هيكون ورقيا في المدارس، وهيأدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع على مدار يومين النهاردة وبكرة.
النهاردة كمان حيتم إطلاق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة لعلاج أهالي قرية أبو رماد بمدينة حلايب، والقافلة هتستمر لمدة يومين وبتضم كل التخصصات والكشف والعلاج بالمجان. النهاردة جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة هيبدأ في تسليم 2328 وحدة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة 800 فدان بأكتوبر الجديدة. طبعا بنبارك لمنتخبنا الوطني امبارح على هذا الفوز، وبنبارك لكل المصريين. والنهارده هتنطلق بعثه المنتخب الوطني لكره القدم، توجه الى العاصمه الكاميرونيه استعدادا لمواجهه السودان يوم الاربعاء اللي جاي في الجوله الثالثه والاخيره لدور المجموعات بكاس امم افريقيا. كل التوفيق يا رب للمنتخب الوطني لكره القدم. بنرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. دلوقتي معادنا مع الأخبار اللي بتحصل بره مصر. في مجموعة من العلماء والباحثين في العالم شغالين على تجارب، التجارب دي استثنائية هدفها دراسة ظواهر معينة أو الخروج ببعض النتائج العلمية الجديدة علشان البشرية تستفيد منها. خرجت دراسة من الدراسات الجديدة اللي طبقها فريق من الباحثين على سمكة صغيرة. السمكة دي اتصنفت بين أكثر التجارب غرابة. التجربة دي تم الإعلان عنها من خلال فيديو. الفيديو ده انتشر بشكل واسع جدا في الأوساط العلمية وعلى منصات السوشيال ميديا. السمكة بتقود سيارة مائية تم تزويدها بمواتير ومحركات، ونجحت التجربة وقدرت السمكة تجر الموتور ومشيت بيه في الشارع. الصحفيين لما سألوا مجموعة من الباحثين إيه الهدف اللي كنتم عاوزين توصلوا ليه من التجربة دي، قالوا كنا عاوزين نعرف ونفهم طريقة انتقال الأسماك الذهبية في البيئة بتاعتها. طيب من السمك هنروح لمهندس روسي قدر أنه يصنع سيارة، والعربية دي نقدر نقول عليها دراجة محاطة بهيكل خارجي زي ما حضراتكم شايفين الصورة من قدامكم. والعربية تم اختراعها علشان تحمي ركابها من برودة الجو، تحس انها يعني هي عجلة بس شكله شيك. توك توك لا عجلة كده يعني معدلة. بس هو الجديد فعلا من غير موتور بس. يعني في الجو وفي الاجواء دي طبعا احنا ما نقدرش نتكلم بالنسبه للاجواء اللي احنا شايفينها، لكن احنا برضو عايزين منها دي يعني بردانين. يعني الهدف هو فكره اللي هو يكون يحميهم من البرد بالظبط. بس شكلها والله وفسحة حلوه في وسط الثلج. بس هي الفكره كلها العجله يعني بتتميز بالسهوله اللي انت تقدري تحطيها في اي مكان. كده انت خدتي حيز كبير. صغيره برضو يعني لو هتقارن دي بالعربيات او بجولف كار اكبر منها شويه تعتبر لسه صغيره. انت انا عارف ان انت مغرمه بالجولف كار. لا بس ممكن اجرب العجله دي لو كانت موجوده هتكون يعني مثال كويس. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. مصر بتعتبر من أول الدول اللي ليها مبادرات كتيرة لمعالجة أزمة التغيرات المناخية، علشان كده بنشوف الحكومة بتنفذ أكتر من 30 مشروع قومي لحد دلوقتي، وده للحد من التأثيرات الضارة بالبيئة، ده غير إعداد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية. أزمة عالمية يواجهها العالم بأكمله في الوقت الحالي وهي التغير المناخي، التي تنبئ بإمكانية حدوث كوارث طبيعية نتيجة تلك التغييرات المفاجئة التي تواجهها دول العالم. لذلك بادرت الدولة المصرية باتخاذ إجراءات من أجل مواجهة التغيرات المناخية، إذ قامت بالعديد من المشروعات وإطلاق المبادرات والقرارات، وكذلك احتضان مؤتمرات تبحث عن حلول، حتى أصبح لها دور فاعل ومؤثر في معالجة تلك الأزمة. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن 30 مشروعاً قومياً لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وذلك في كلمته بجلسة من غلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم التي أقيمت مؤخراً. عدة مشروعات بدأت مصر في تنفيذها لمواجهة آثار التغيرات المناخية والحد من غازات الاحتباس الحراري وتوحيد القوى مع المجتمع الدولي وحماية المصريين من آثار التغير بالمناخ.
وبدأت مصر التحرك نحو ثورة صناعية ثالثة ترتكز على الاستخدام الفعال والصديق للمناخ وأنظمة الطاقة الذكية وإدارة الموارد المتكاملة، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية بهدف التصدي الجاد والفعال لكل الآثار الناتجة عن التغيرات المفاجئة للمناخ من أجل تحسين حياة المواطن وعدم التعارض مع أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال التغير المناخي. كما أصبحت مصر شريكاً فاعلاً في أعمال اللجنة الخاصة بالإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل 15 مشروعاً في مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي. المشروعات القومية اللي احنا طول الوقت بنتكلم مع حضراتكم عنها مش بس الحقيقة بتعمل تنمية، لا هي كمان بتضخ استثمارات في شرايين الاقتصاد. ده يعني بيكون ليه هدف أساسي وهو توفير فرص عمل للشباب. علشان كده رئيس الوزراء قال إنه المشروعات دي وفرت لحد دلوقتي 5 ملايين فرصة عمل. فتحت المشروعات القومية التي نفذتها الدولة بارقة أمل للشباب من مختلف الأعمار، حيث وفرت 5 ملايين فرصة عمل، وهو ما أكده رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، مؤكداً أنه لولا هذه المشروعات لارتفعت معدلات البطالة في الدولة بشكل كبير، كما أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تعد مجرد خطوة من 1000 خطوة تستهدف القضاء على معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وكانت النتيجة الطبيعية لهذه الخطط هي تراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021، في حين كانت النسبة 12.5% في الربع الثاني من عام 2016، وفي عام 2014 سجل معدل البطالة 13.3%. وقامت الحكومة بدورها من خلال عدد من المبادرات والمشاريع، على رأسها تشجيع الشباب على تأسيس مشروعاتهم الحرفية واليدوية الخاصة بهم، ومنها مبادرة صغار الصيادين، وهي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2020 لدعم صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء بإجمالي 50,000 صياد على مستوى الجمهورية. هذا بالإضافة لمنصة أيادي مصرية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وهي منصة التجارة الإلكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية، وتهدف إلى دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصادياً وتحسين القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق. احنا بنتكلم عن التنمية وعن الاقتصاد المصري اللي ان شاء الله يعني عندنا امل انه السنة الجاية او السنة دي اللي احنا بنبتديها تكون يعني فيها ارتفاع تاني في الاقتصاد المصري وانخفاض في نسبة الديون، ومسألة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشروعات المهمة جدا 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 بالنسبة للاقتصاد، وبتفرق كتير وبتوفر فرص عمل وبتخلي كل الشباب عندهم طموح أكبر إنه الدولة تساعد الناس اللي عندها أفكار إنها تبتدي. البنوك بتؤهلهم لده وبتوفر قروض ميسرة للشباب علشان تبتدي تحقق أفكارها ويكونوا أصحاب أعمال. دلوقتي هسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع أحمد. اتفضل يا أحمد. شكرا هدير. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش، موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية لمشروع التجلي الأعظم بسيناء، اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلي فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاث.
جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع في محيط جبلي موسى وسانت كاترين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض كافة المكونات المخطط تطويرها في إطار مشروع التجلي الأعظم، ووجه الرئيس السيسي بضرورة أن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، كما وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة الخدمات لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمكان. يتوجه اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع وفد رفيع المستوى على رأس وفد برلماني إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء على دعوة من السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ورغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدما نحو آفاق أرحب. ومن المقرر أن يلتقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وعدد من المسؤولين الإماراتيين، وذلك لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني. وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى منبولي بالإسراع في بدء إنشاء المحور المقترح بمنشية القناطر التي شهدت مؤخرا حادث سقوط سيارة في نهر النيل فرع رشيد تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذ حاليا على مستوى الجمهورية. كما أكد مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروعات الطرق والمحاور جنبا إلى جنب مع منظومة شبكة القطارات الكهربائية التي يتم تنفيذها حاليا والتي تمثل نقلة حضارية كبيرة وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج ما يصل إلى 924 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 332,531 متعافيا حتى اليوم. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل ما يصل إلى 1101 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحورات، لافتة إلى وفاة 26 حالة جديدة. أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل ما يصل إلى 47,113 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية لعدد الإصابات اليومية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4,349,182 حالة. وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم تسجيل نحو 227 حالة جديدة للوفيات بالفيروس، مما يرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301,334 حالة. أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية أن جميع الأشخاص الذين احتجزوا كرهائن في كنس يهودي أطلق سراحهم دون أن يصاب أحدا منهم بأذى. وأضاف على تويتر أنه تم تحرير الرهائن بعد أكثر من 10 ساعات من احتجازهم. هذا وأعلنت الشرطة الأمريكية مقتل منفذ العملية في وقت سابق. وذكرت الشرطة في بلدة صغيرة بالولاية أنها تتفاوض مع رجل أخذ عدة أشخاص رهائن في كنيسة يهودي ويزعم أنه شقيق إرهابي مدان وفقا لوسائل إعلامية محلية. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني فوزا ثمينا على منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وسجل النجم محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 من زمن المباراة ليقود المنتخب الوطني لتحقيق انتصاره الأول في البطولة. وبهذا الفوز رفعت مصر رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا المتصدرة ب6 نقاط، بينما تجمد رصيد غينيا عند نقطة واحدة بالتساوي مع السودان.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السوداني الأربعاء المقبل ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة. انتهى موجز أخبار الثامنة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، لكن بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. فريق بكلية الهندسة جامعة اسكندرية اسمه أليكس إيجلز فاز بجائزة أفضل تصميم لطائرة بدون طيار في المسابقة الدولية الخامسة لابتكار وتطوير المعدات غير المأهولة، وتأهل للمسابقة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية SAE. والتفاصيل هنعرفها من الدكتور أحمد بهاء خيري المشرف على فريق أليكس إيجل. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تقول لنا كده تفاصيل المشروع، أنتوا قد إيه في المشروع، طلبة ودكاترة، يعني تقول لنا كده تفاصيل كل المشتركين في المشروع، وطبعا مبروك لحضراتكم. صباح الخير يا فندم، وشكرا جزيلا على اهتمامكم ومتابعتكم. فريق أليكس إيجلز هو فريق من شباب وشابات كلية الهندسة جامعة اسكندرية بتخصصات علمية مختلفة، والحقيقة الفريق بيعمل خلال فترة تمتد حوالي 10 سنوات، وبدأ ممارسته للتحكم عن بعد بما يسمى موجات الراديو في طائرات الدرونز. وطائرات الدرون زي ما حضرتك سمع عنها كتير حاليا في مختلف الأغراض والأسباب. النمط أو التصميم اللي شبابنا شارك بيه بدأ بالحقيقة طموح شديد ومشاركة فعالة في أكبر مسابقة من نوعها بتجري على مستوى العالم في مقاطعة فلوريدا الأمريكية كل سنة. المشاركة تمت خلال السنوات الماضية، والفريق قدر يحقق مراكز متقدمة جدا، كان أحسنها هو المركز الثاني على مستوى منافسة 63 دولة من مختلف دول العالم. والفريق اللي تقدم عليه فقط هو فريق إحدى الجامعات الأمريكية الكبرى، واستطاع أنه يحصد هذا المركز وتراوح مكانه بين المركز الثاني والمركز الثالث. الحصول على المركز الأول تم في مسابقة هامة جدا نظمتها الكلية الفنية العسكرية المصرية خلال الصيف الماضي، وشارك فيها أيضا عدد وافر من المهتمين. نعم دكتور، عاوزين نعرف المشروع ده استغرق وقت قد ايه علشان يتم تنفيذه، وايه الجديد؟ يعني معروف ان الطائرات دون طيار او الدرونز بشكل عام هي طائرات موجوده وتكنولوجيا موجوده، ويمكن ابهرتنا في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم بالعروض اللي شفناها ليها. ايه الجديد اللي قدمتوه بقى في هذا المجال تحديدا؟ اللي قدمه الشباب جديد في هذا المجال، وانا بشكر حضرتك انك اشرت الى الحفل شباب العالم اللي شرفوا سيادة الرئيس، وما يتم فيه من أهم الظواهر العلمية المرتبطة فيما بعد الثورة الصناعية الرابعة. صحيح. اللي مصر تتواجد فيها سواء على أفق متطلباتها أو على أفق الذكاء الاصطناعي اللي هو أهم ثمارها اللي بيتم ممارستها. الجديد في الفريق ده هو ثلاث حاجات مهمة جدا. أولاً، هؤلاء الشباب والشابات مارسوا هذا من خلال هواية تغلبت عليهم وحولوها إلى مشروع طموح بيتم تطويره كل سنة. صحيح يا دكتور، يمكن حضرتك قلت نقطة مهمة، مسألة أنه مش أول مرة الجامعة تشارك، لكن المراكز مختلفة لحد الفوز بالجائزة. بالضبط يا فندم، ده عنصر المنافسة حضرتك وصفتيه، وده إحنا في الجانب الهندسي والعلمي بنعتبره مهم جداً لتحقيق طموحات الشباب، ولعل ده محور من المحاور الهامه اللي سياده الرئيس كان بيخاطبها دايما خلال خطاباته مع الشباب وحديثه خلال اللقاء الاخير لشباب العالم. البعد الثالث والمهم جدا هو ان الجهود الذاتيه بتدعم المجال الهام جدا لريادات الاعمال،
والرغبة في أن الشباب أو الشابات يشاركوا بهذا النمط من التفكير لا تقليدي في تطوير منتج يعتبر من منتجات التحدي على مستوى العالم. صحيح. الطائرات الدرونز الآن لها أجيال عديدة، لها استخدامات غير حصرية. نعم. تتراوح ما بين الاستخدامات المدنية المختلفة إلى الاستخدامات الاستراتيجية أو العسكرية. نعم. الشيء المبهر في ما حققه الفريق فريق أليكس إيجلز أنه استطاع أن يطور من تصميمه في مسابقة تعتبر التوب أو مسابقة الريادة في المجال، وأن يحصد هذه الثمار بشكل يعني يسجل له خلال مساهماته المتتالية. نعم. ده بعد بيضاف صدري فن. عاوزين نعرف إزاي تم اختيار أعضاء الفريق بقى؟ أحب أقول لحضرتك على معلومة مهمة. الحقيقة ما تمش اختيار أعضاء الفريق. نعم. الفريق فتح من خلال مبادرة من الشباب ذاتهم، ولا يدعي أحد أنه هو اللي عمل الفريق، لا أنا ولا زميلي الفاضل عليه رحمة الله. نعم. اللي سبق وأسس الفريق الدكتور محسن عثمان الأستاذ في الكلية، ولكن هؤلاء الشباب والشابات بادروا من أنفسهم بتكوين الفريق من 10 سنوات. طيب دكتور أحمد، ماذا تقدم الجامعة ليهم؟ الجامعة حقيقة مبادرتها يثنى عليها بشدة. والجامعة استطاعت من العام الماضي أنها تتبنى جهود الفريق وتدعمه على كل مستويات، سواء التمويلية أو الإدارية أو تسهيل الإجراءات والفيزا أو المتابعة والتشجيع، ودي عناصر زي ما حضرتك عارفة بتبقى هامة جدا طبعاً في دعم الجهود. حضرتك شايف النوع ده من الجوائز بيأثر ازاي على الطلبة داخل الكلية لما يسمعوا ان في فريق من الكلية تأهل وفاز بجائزة كبيرة زي دي؟ عوائد ده نفسيا على الناس جوه الجامعة عاملة ازاي؟ له أبعاد عديدة، يمكن أهمها ان هناك فرق أخرى الآن بدأت تتكون وبدأت تمارس نشاط موازي ومنافس مع نفس الفريق أو مع متطلبات المنافسة الدولية في مجال الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد. ده نتيجة مباشرة. النتيجة الثانية المهمة فندم هو ثقافة الابتكار والإبداع. جامعة اسكندرية لم تتردد أن تمنح هذا الفريق جائزة الجامعة لهذا العام في الابتكار والإبداع، تقديرا لما حققه ودعما طبعا للشباب وإشعارهم بأن مجهودهم إذا كان مقدر فيما بين مؤسستهم وكليتهم العلمية فإن ده مدعاه إلى شعورهم بالثقة والحماس للتطوير والتفوق. بكل تأكيد الدكتور أحمد بهاء الدين المشرف على فريق أليكس إيجلز، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهاردة. يمكن الحديث عن منتدى شباب العالم لم يتوقف رغم انتهاء فعالياته اللي استمرت في الفترة من 10 يناير وحتى 13 يناير، ده بسبب يعني وجود فعاليات كتيرة فيه، بنتكلم على فعاليات اقتصادية، فعاليات سياسية، ثقافية، والجانب الترفيهي أيضا كان موجود في منتدى شباب العالم. كان في عمل مسرحي مهم جدا ونال إشادة كل الحضور، ويمكن لفت نظر المشاهدين في هذا العمل أكتر هو دور الفنان اللي قام بدور مولانا جلال الدين الرومي، هو الممثل القدير عزت زين اللي بقاله 4 سنين بيقدم دور جلال الدين الرومي في مسرحية قواعد العشق الأربعين اللي بتنتجها وزارة الثقافة. معانا دلوقتي الفنان القدير عزت، عاوزين نعرف منك في البداية بعد صباح الخير يعني الدور الرائع اللي انت قدمته والتحضيرات ليه كانت عاملة ازاي؟ بقى انت بنتكلم بقى لنا 4 سنين تقريبا بتقدم نفس الدور، لكن بصراحة وإشادة تفوقت على نفسك فيه. صباح الخير، أشكركم جدا أستاذ أحمد. الحقيقة طبعا يعني تم اختيار الدور جلال الدين الرومي في المنتدى الشباب بناء فعلا على شركتي في مسرحية قواعد العشق الأربعين اللي بدأت سنة 2016 على مسرح السلام. طبعا التعرض لشخصية تاريخية بيحتاج دايما إلى الرجوع للتاريخ، التعرف على السيرة الذاتية لجلال الدين الرومي. نعم. الأشعار اللي كان
بيكتبها، كتاباته بقى وعمقه الفكري فلسفته. طبعا كانت رحله طويله مع جلال الدين الرومي الحقيقه. نعم. كان مهم جدا ان انا اعرف كمان الجانب الصوفي، يعني هو حصل له حاله تحول من انه رجل دين بياخد دايما بالنقل النقل عن الاخرين. لما قابل شيخه شمس الدين التبريزي حطه في اختبارات متعدده، يعني كان من ضمن هذه الاختبارات انك انت بتقدم دايما خطبك الدينيه داخل المسجد. صحيح. ماذا عن الذين لا يرتدون المساجد؟ يعني انت محتاج تقدم نفسك دائما الى الانسان حيث ما كان. نعم. مش تنتظر اصلا الشخص اللي بيرتدي المسجد عشان تقول له خطبك ومواعظك وهكذا. صحيح يا استاذ عزت، لكن الحقيقه انه ظهور جلال الدين الرومي على مسرح منتدى شباب العالم في حفل الافتتاح كان ليه ردود افعال واسعه بين الناس، استقبلت ازاي ردود الافعال دي؟ والله طبعا انا يمكن لان يعني كنت حاسس ان انا بقدم حاجه هي امتداد لحاله انا عايشها. صحيح انا بقالي فتره مش بقدم الشخصيه دلوقتي وبقدم عمل تاني مسرح الكوميدي حاليا، لكن كان الرجوع للشخصيه دي كان بالنسبه لي لاني عشت معاها فتره طويله يعني. فطبعا ردود الافعال الحقيقه كانت ايجابيه جدا، ويمكن انا برضو فوجئت بالصدى اللي هي عملته وسعيد جدا بيها طبعا، يعني لا انكر هذه. احنا اللي سعداء بوجود حضرتك معانا، لكن عاوزين نعرف الدور اللي حضرتك قدمته في مسرحيه منتدى شباب العالم مشابه لدورك في قواعد العشق الأربعين؟ طبعا الموضوع مختلف، ان هنا كنا بنتعرف على الجانب الفلسفي اللي عند جلال الدين، رؤيته للعالم في منتدى شباب العالم في منتدى شباب العالم. لكن المسرحيه كانت بتقدم المراحل الزمنيه في حياته، ما قبل شمس الدين التبريزي كانت مرحله مهمه، وما بعد معرفته بشمس الدين التبريزي. طيب استاذ عزت، الكواليس كانت عامله ازاي؟ لانه احنا يعني كنا موجودين هناك وعارفين انه الجهود الكبيره اللي موجوده قبل ظهور المشرف ده بتكون يعني جهود مضنيه الحقيقه، ومساله كمان استخدام تقنيه الهولوجرام علشان تظهر الصوره بهذا الشكل العظيم. احكي لنا كده اصعب حاجه كانت موجوده في الكواليس. لا وطبعا عايز اقول لحضرتك المكياج استغرق وقت طويل جدا. يعني عايز اقول لحضرتك ان انا قعدت اكتر من ساعتين في عمل المكياج. انا عندي لحيه خفيفه شويه. هو عشان يصل بالشكل الباكيز المحترف، يعني عشان يصل بالشكل ويقربوا لجلال الدين الرومي قعد تقريبا ساعتين عشان يطلع بهذا الاتقان. نعم. وهذا الجمال. كمان تجارب الملابس، يعني انه بخوض تجربه تغيير ملابس متعدده. طبعا هو جلال الدين الرومي كان مميز بغطاء الراس الطويل ده بتاع رقصه المولويه، لكن اختيار بقى الوان الملابس والبدائل، يعني اختيار بناتين بدائل ده برضه استغرق وقت طويل جدا. نعم. التقنيه بقى، التعامل مع التقنيه مع التكنولوجيا دي نفسها، العادات المتكرره عشان يصل المخرج الى الشكل الامثل الجوردي واللي يحسس المشاهد انه الشخصيه مجسمه بابعادها ثلاثه فوق خشبه المسرح. يعني استاذ عزت زين، حضرتك موجه تربيه مسرحيه وخرج من تحت ايدك نجوم كتار، عاوزين نعرف مين ابرز النجوم اللي موجودين دلوقتي؟ هو في الحقيقه يعني انا كنت طبعا موجه عن المسرح في الفيوم. نعم. وكان من حسن حظي ان انا يعني كتير من الناس اللي اتجهوا لمعهد الفنون المسرحيه زي المخرج عبد الحسن ومدير مسرح الطليعه حاليا. نعم. والفنان محمد جمعه اللي عمل ادوار مهمه جدا كمان طبعا في اعمال وطنيه زي فيلم النهار واعماله. كان المرحوم الدكتور سيد خطاب اللي كان رئيس الهيئه العامه للاصول والثقافه. نعم. برضو يعني كان تلميذه، وبعدين تزامنا سوا في الشغل وبعدين كمل هو مسيرته عليه رحمه الله. دكتور سيد خطاب رحمه الله عليه. طيب عايز اسال حضرتك كمان عن المسرح المدرسي،
دور واهميته؟ هل احنا محتاجين انه الدور ده يرجع بقوه يكتشف لينا المواهب بقى والنجوم اللي موجودين داخل الريف المصري، ولا ممكن تجارب ثقافيه لوزاره الثقافه تقوم بالدور ده؟ عايز اقول لحضرتك انه احنا عندنا دور مفتقد للمسرح المدرسي، لان احنا لو رجعنا لبدايه التاسيس كان على ايد الرائد الكبير جدا زكي سليمان اللي هو اسس المسرح المدرسي في وزاره المعارف. وبعدين الناس اللي اشرفت، يعني تم اسناد مهمه تطوير مسرح التربيه والتعليم على ايديهم، كان من ضمنهم الفنان الكبير صلاح منصور، الفنان الكبير عادل الكاسب. يعني اقصد كان في اهتمام كبير جدا موجه للمسرح المدرسي. هذا الاهتمام مع الوقت تحول الى دور نمطي. المسرح المدرسي لا يؤدي دوره للاسف حاليا، واصبح دورهم مقصور على مسابقات بتقدم لعدد محدود جدا من الطلاب. صحيح. احنا محتاجين نعيد الاهتمام للمسرح المدرسي واسناد مهمه الاشراف عليه لكبار الفنانين عشان يفيدوه بتجارب مختلفه. صحيح. كمان كان في تجربه رائده جدا كانت قايمه بها الهيئه العامه لدستور الثقافه. نعم. هي تجربه مسرح الجرن. تجربة مسرح الجرن كان بيشرف عليها المخرج الكبير أستاذ أحمد إسماعيل، اللي كان بيتجه أصلا في الأساس إلى المدارس في الريف المصري عشان يعني ينمي ذائقة الإبداع وينمي ذائقة التلقي. يعني المدرسة كلها بتشارك في مجموعة من الأنشطة، تقريبا 6 أنشطة، وكمان مسألة تنشيط التراث، يعني ألعابنا الشعبية التراثية، واقعنا أو حكاياتنا الشعبية، كتير جدا من الأنشطة كان بيتم ممارستها في عدد من المدارس. والحقيقة أنه كان من المفترض أن هذه التجربة تنمو وتتسع أكثر، خصوصا حاليا مع مبادرة حياة كريمة في الريف المصري. كلنا امل في ده باذن الله ويتحقق من خلال. استاذ عزت، انا عاوز اسال حضرتك سؤال سريع جدا، يعني بعد الاداء يعني اللافت لجميع الانظار، هل اتعرض عليك ادوار بعد دورك في منتدى شباب العالم؟ هو الحقيقه يعني انا بالفعل دلوقتي شغلت مسرحيه حلم جميل. نعم. تقدم على خشبه المسرح الكوميدي، عملنا بيها جوله في لا دي الادوار اللي حضرتك شغال فيها في بالفعل، انا بتكلم على ما بعد عرض المسرحيه، هل اتعرض عليك ادوار ثانيه؟ في ادوار اخرى حاليا بالنسبه لرمضان ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق الاستاذ عزت زين، يعني القائم بدور جلال الدين الرومي في مسرحيه منتدى شباب العالم. شكرا لك يا فندم. طبعا من امبارح وكله بيتحدث عن اداء المنتخب وفوز صعب الحقيقه، يعني جه بعد ما انفسنا كلنا اتحبست، لكن قدر منتخبنا الحمد لله انه يحقق اول 3 نقاط في المجموعه الرابعه لكاس افريقيا، بهدف طبعا احرزه النجم الكبير محمد صلاح بتمريره رائعه من عمرو السولي. هنتكلم عن الاداء الفني وإدارة كيروش للقاء بكل التفصيل، هينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي. صباح الخير أستاذ شريف، وشايف اللقاء إزاي امبارح؟ الناس بتقول إنه المكسب مكسب للعيبة مش لكيروش، وإنه اللعيبة هي اللي أحدثت الفارق مش كيروش، فهل إحنا لما بنكسب بنستبعد كيروش ولما بنخسر بنتحدث عن الإدارة السيئة لكيروش للمباراة؟ حضرتك تقول لي يعني رأيك في مباراة أمس. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين، سعيد بوجودي معاكم. اهلا بك. طبعا زي ما قلت حضرتك، هو فوز ب3 نقاط مهم. نعم. فوز مهم، فوز تحقق بصعوبه، ولكن تحقق بخبرات لعيبه معينه جوه الملعب. يعني لما تبص على مجمل الاداء، عندنا فرص وعندنا ضغط، لكن ده مش بسبب تعليمات جهاز فني او فكر جهاز فني، لانه ضغط عشوائي، ضغط غير منظم، ضغط بلا جماعيه، ضغط فردي او هجوم او فرص فرديه، يعني مفيش حاجه ملموسه تقولي ان في جمله اتعملت، في تكتيك معين، في تحركات معينه، يعني ده جزء. الجزء الثاني اختيارات اللعيبه في المباراه. انا بلاعب فريق ممكن يكون على المستوى التاريخ بلا امكانيات كبيره، ولكن عنده عنصرين مهمين جدا. صحيح. القوة الجسمانية والسرعات. بلعبه بنص ملعب متوسط اعماره 32 سنة. نعم. يعني اذا كان النني او عمرو السولية
او عبد الله السعيد اللي هو اكبرهم سنا. نعم. لا صعب جدا يعني، انت لو عندهم حد بيخلص كنا ممكن يخش بينا هدف. نعم. او هدفين في الشوط الاول تحديدا. صحيح. لكن احنا جبنا يمكن احنا جبنا الجون لمحمد صلاح في الدقيقه 69 تحديدا. هنا عاوز اسالك، هل انت راضي عن تشكيل المنتخب بالامس بشكل عام؟ ويمكن احنا شفنا اربع تغييرات عن الماتش السابق ليه، ماتش نيجيريا، شايف التغييرات دي فرقت ولا لا؟ وهل الاداء الفردي هو اللي كان بيهيمن على المباراه؟ طبعا بص انا يعني هلخص لك الموضوع بشكل واضح جدا. اتفضل. كروش يقود منتخب مصر للوصول الى الشرط الجزائي وليس الوصول الى كاس العالم. نعم. بالطريقه دي يعني بيزهقنا عشان نقول له امشي فياخد الشرط الجزائي. نعم. من الاخر فهو يقود منتخب مصر الى الوصول الى الشرط الجزائي بتاعه، مش للوصول لكاس العالم او حسب لقب امم افريقيا. بص التغييرات لازم تبقى محسوبه، لازم تبقى في يعني فكر في الملعب، لازم يبقى انا عارف انا بنزل ده ليه. يعني معلش مع احترامنا كابتن عبد الله السعيد امبارح يعني شكرا ماشي، لكن امبارح الحمد لله كنا كلنا بنحمد ربنا ان اللعيبه بتلعب في اماكنها. طبعا الحمد لله. طب الحمد لله في حديث عن عقد لكيروش مع فريق اخر، يمكن يكون ده السبب يعني ورا الاداء اللي احنا شايفينه ده؟ لا ما اعتقدش هو الراجل مش فاهم الكره المصريه ايه ولا فاهم كرة افريقيا ايه، مش فاهم. طب انت مع الكلام اللي كان بيقول انه امبارح التشكيل ده كان بضغط من ال طبعا من جهاز المعاول ومن اداره البعثه. طبعا ان هو يرجع كده والكلام ده كله، وده يلعب وده ما يلعبش والكلام ده كله. لا واضح. وبعدين معلش يعني ده مش اختبار حقيقي لمصر، يعني غينيا بيساو ده احنا هنوصل كتاني المجموعه، ما فيش مشكله. المشكله في الادوار الاقصائيه حضرتك. يعني الادوار الاقصائيه هتواجه بقى منتخبات بقى الجزائر والسنغال وساحل العاج، هتواجه الحاجات دي هتعمل ايه مع الناس دي؟ نعم استاذ شريف، هتعمل ايه مع الناس دي؟ فدي مشكله كبيره يعني. صحيح. يعني استاذ شريف، يمكن غينيا بيساو لو احنا هنرجع لتاريخها الرياضي تحديدا في لعبه كره القدم، هنلاقي ان هي ما دخلتش كاس امم افريقيا من 2017. أول مرة اللي هي كانت 2017 تحديدا. أول مرة، وبعدين 2019 ودي المرة الثالثة بتخرج من الأدوار. صحيح. بس إن كون اللي هم يأدوا في ماتش زي ده ويجيبوا هدف ويتلغي بتقنية الفار، فأنت شايف إن ده يعني حاجة يستحقها الجمهور المصري؟ لا طبعا بص حضرتك، هو عايز ينفذ طريقة لعب وما عندوش الأدوات اللي تنفذها. 4 3 3 دي يعني ضغط عالي، يعني سرعات عالية، يعني قوة بدنية، وأنت ما عندكش اللعيبة بالكواليتي ده. فانت نعم. لازم ترجع لطريقه اللعب اللي هي 4 2 3 1 او 3 4 3. نعم. عشان تملى نص الملعب، عشان لكن انت نص ملعبك مكشوف طول المباراه. يعني لولا ستر ربنا في ماتش نيجيريا ومحمد الشناوي كنا شلنا 4. نعم. امبارح قعدنا على نار لغايه ما نشوف قرار الفار في الجول اللي دخل. صحيح. يعني وعايز اقول حاجه، لو الجول اتحسب كان هيبقى صعب جدا العوده. نعم. النتيجة أو أنت تفوز، فأنت دايما تحت رحمة المنافس أيا كان. حتى لو المنافس ما كانش قوي مع احترامنا طبعا، فريق متواضع. حتى لو المنافس فريق كبير أو فريق متواضع. طب أستاذ شريف، شفت إزاي التغيير اللي حصل فنيا بمسألة خروج زيزو اللي أصلا بيعمل عرضيات، نزول زيزو وكان معاه خروج لمصطفى محمد، هيعمل عرضيات لمين؟ طيب التبرير الفني للتغيير ده؟ بص حضرتك انا من البدايه وعليه صلاح بقى بيلعب في حته مش بتاعته برضو. ايوه لازم من البدايه يبقى زيزو دوت معايا هاف يمين معايا طول من بدايه المباراه عشان يعرف يرفع للناس، وصلاح يبقى قدامه مثلا او في القلب تحت مصطفى محمد، ياخد الكور الساقطه يقدر يتصرف فيها. لكن انا بنزل زيزو وبعدين اطلع الراجل اللي هياخد الرفعه من زيزو، يعني اخد الكره المدفوعه من زيزو. فدي مشكله كبيره يعني. يعني كروش بيفتكس وبيتفلسف وبيعمل حاجات غريبه على اللاعب المصري وعلى امكانيات الجيل الحالي. بس هو ممكن يرد يقول لك انه بعد التغيير ده صلاح جاب الجون. لا بعد التغيير ده صلاح جاب الجون ازاي حضرتك؟ ده يعني خبره عمرو السولية ووقوف صلاح في الحته دي. بس نعم. يعني ما هيش جمله. دي كوره مضغوط عليها وجايه بالعافيه وتجيب بصيها بالعافيه،
عشان توصل للسبلايه. انا فاهمه طبعا انها لعبه فرديه، لكن انا قصدي انه يعني ممكن يكون رد. لا ما اقدرش اقول كده، ما اقدرش اقول كده، ما اقدرش اقول كده، لان المنافس بعد ما انا جبت جول جاب جول. صحيح. ماشي. خلي بالك الشوط الثاني بدايته غينيا بيساو كان ممكن تحرز هدف. يعني الشوط الثاني قبل ما يعمل التغييرين بتوع مصطفى محمد وعبد الله السعيد كان في حاله انهيار بدني في وسط الملعب كبيره جدا. نعم. احنا اتغيرنا وتعدلنا لما نزل زيزو. صحيح. تحديدا يعني. طب استاذ شريف تعالى نسيب صلاح والسوليه ونروح لمرموش، لان عمر مرموش يمكن اداؤه مش هو نفس المستوى اللي تعودنا فيه على الاقل مع منتخب مصر في البدايه او كنجم في الدوري الالماني. شايف هل في يعني نوع من انواع التاثير ما بين او العلاقه الغير مستقيمه ومتوازيه ما بين مرموش وباقي اللعيبه؟ طبعا هو فردي كبير بشكل فردي. نعم. شفنا ده في اكتر من كوره، حتى صلاح وجهه اكتر من بره. صحيح. يعني بشكل فردي. ثانيا مهارته مش مساعداه، يعني انت بتلعب في مستويات اعلى دلوقتي في افريقيا غير لما كنت بتلعب في المجموعه. نعم. في تصفيات كاس العالم مع انجولا وتوجو وليبيا، يعني المستويات هنا اعلى سواء قدام نيجيريا او حتى قدام غينيا بيساو. وبعدين انت بتلاقي فريق كله محترف في البرتغال او 80% منه محترف في البرتغال، فعارفين امتى يضغط وامتى يخش على لاعب مهاري او يواجه لاعب مهاري. فانت بتلعب بشكل فردي، مجهود كبير بس مجهود بلا عائد. صحيح. بلا فايده للمنتخب، يعني مجهود فردي والكوره دايما بيحصل يعني حاجه كده زي الفركشه. يعني هو احنا بنتمنى ان هو يعني دي تكون المباراه دي درس. انا المباراه دي امبارح يبتدي برمضان صبحي. نعم. رمضان صبحي محطه ولعيب مهاري وصانع العاب. ماشي. وتحتيه بقى يبقى موجود احمد سيد زيزو من ناحيه اليمين مثلا. يعني بنتمنى اللي حضرتك بتقوله ده يا استاذ شريف هو اللي يحصل في ماتش مصر والسودان الاربع القادم. في جزئيه مهمه، هو واخد لعيبه هو مش مقتنع بيها. يعني هو واخد في بعض اللاعبين بعض الاسماء موجوده في المنتخب هو ما حدش بيفرض عليه حاجه، يعني هو واضح ان في نوع من انواع العند من البدايه، يعني هو اللي بيختار. طيب الاستاذ شريف. شريف عبد القادر الناقد الرياضي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك، وان شاء الله كل التوفيق في المباراه القادمه يوم الاربعاء القادم امام منتخب السودان الشقيق، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله. يا رب. اللهم امين. يمكن من اهم الفقرات الخدميه اللي موجوده عندنا هي الفقره المروريه، علشان كده نروح دلوقتي سريعا لزميلنا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر علشان نعرف منه احوال المرور النهارده من داخل الاداره العامه للمرور. صباح الخير يا محمود. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا هدير. بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان، بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة للمرور. يعني بنستطلع مع حضراتكم طبعا حالة الطرق والشوارع والمحاور سواء في القاهرة والجيزة. احنا النهاردة موجودين معاكم في الإدارة العامة للمرور، هنشوف أخبار الطرق والمحاور السريعة واللي بيكون مسافر على المحافظات بشكل عام. في البداية حابب أطمن حضراتكم أن يعني يمكن الأسبوع ده احنا حتى الآن يعني بنشهد حالة استقرار في الطقس، مفيش شبورة في الطرق، مفيش أي طرق مغلقة باستثناء طريق واحد ده مغلق طبعا من فترة علشان خاطر الأعمال الإنشائية اللي بتتم في هذا الطريق، وهو طريق الكريمات الصحراوي الشرقي طريق الجيش، ده مغلق طبعا للأعمال الإنشائية اللي موجودة. والطريق البديل يا إما بيكون الصحراوي الشرقي القديم أو بيكون طبعا اتجاه آخر وهو اتجاه الصحراوي الغربي طريق مصر أسيوط الصحراوي، ده طريق طبعا جديد ومهم جدا وبدأ يكون فيه يعني الخدمات والطرق فيه بتكون ممتازة جدا. خلينا بقى نشوف أخبار الطرق والمحاور اللي موجودة على الطرق السريعة من خلال الكاميرات المثبتة للإدارة العامة للمرور. هبدأ مع حضراتكم بأول طريق معانا وأول شاشة معانا، هيكون منزل المريوطية. منزل المريوطية زي ما حضراتكم شايفين هيكون هذا الاتجاه هو المتجه إلى المعادي والتجمع وأيضا إلى طريق المنيب، هيكون في سيولة مرورية موجودة، وهذا الاتجاه أيضا هو القادم من المعادي والمنيب والتجمع،
متجه الى مدينه 6 اكتوبر، فهيكون في سيوله مروريه في جميع الاتجاهات، ويمكن منزل المريوطيه هو من الطرق الحيويه، لانه طبعا يعني بيكون المسافه قصيره جدا من حيث اللي هيبقى حابب ان هو يتجه الى من طريق المريوطيه هيتجه الى منزل المريوطيه، فيتجه الى المعادي والمنيب وايضا الاتجاه الاخر. من منزل المريوطيه هنتجه الى طريق اخر هام جدا وهو طريق الوحاب. طريق الوحاد هذا الاتجاه تحديدا هو الاتجاه المتجه الى مدينه 6 اكتوبر وطريق الوحاد، وهنا ميدان الرمايه هيكون في سيوله مروريه موجوده على هذا الطريق. ايضا هذا المنزل هو منزل المتجه الى طريق مصر اسكندريه الصحراوي، وايضا الاتجاه الاخر القادم من مدينه 6 اكتوبر والخارج من ميدان الرمايه هيكون متجه ايضا الى جامعه القاهره وشوارع الجيزه، فهيكون في سيوله مروريه في جميع الاتجاهات الموجوده. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن الخدمات اللي موجوده طبعا لرجال المرور بتكون موجوده طبعا لتسهيل وتيسير الحركه المروريه على طريق الوحات. بالانتقال من طريق الوحات ننتقل الى طريق اخر هام وهو اعلى القوس الغربي. اعلى القوس الغربي هنا بيكون هذا الاتجاه هو المتجه الى كوبري تحيا مصر ورود الفرج، فبيكون في طبعا سيوله مروريه تامه على هذا الاتجاه. الاتجاه الاخر القادم من كوبري تحيا مصر ومتجه الى مدينه 6 اكتوبر هيكون ايضا في سيوله مروريه تامه. اسفل القوس الغربي هو الطريق الزراعي، فهيكون طبعا في سيوله مروريه موجوده في جميع الاتجاهات الموجوده او في الاتجاه المتجه الى تحيا مصر. بالنسبه هننتقل من اعلى القوس الغربي الى طريق المريوطيه. طريق المريوطيه وهو طريق حيوي مهم جدا، هذا المنزل هو اللي هيكون متجه الى منزل المريوطيه اللي اتكلمنا فيه مع حضراتكم من شويه، وهذا الاتجاه هيكون فيه بعض الكثافات البسيطه وده المتجه الى الطريق الزراعي. اما الاتجاه الاخر المقابل ليه هو المتجه الى مدينه 6 اكتوبر، بعض الكثافات زي ما قلنا لحضراتكم اللي هنلاقيها هنا موجوده، ده بالنسبه للمتجه الى الطريق الزراعي. ننتقل من طريق المريوطيه الى منزل الصعيد. منزل الصعيد تحديدا في منطقه المنيب، يعني هذا الطريق بنشهد فيه كثافه على الاتجاهين نظرا طبعا للاعمال الانشائيه والتوسعيه اللي بتتم للطريق الدائري. هذا الاتجاه هو المتجه الى المعادي وحلوان، هنلاقي فيه بعض الكثافات اللي موجوده. ايضا الاتجاه الاخر هو القادم من المعادي وحلوان ومتجه الى مناطق المنيب والبحر الاعظم، وهيكون فيه بعض الكثافات. بالنسبه للمتجه الى البحر الاعظم هو بعد ما بينتهي من هذه المنطقه اللي فيها بعض الاعمال الانشائيه ينتقل إلى البحر الأعظم في شاشة أخرى، ولكن هنا هيكون في سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات سواء الاتجاه المتجه إلى المريوطية والمنيب أو الاتجاه الآخر المتجه إلى المعادي والتجمع. هنا منزل البحر الأعظم تم فتحه طبعا بعد إغلاقه لفترة بسبب الإنشاءات والأعمال التوسعية اللي موجودة، لكن تم فتحه وزي ما حضراتكم شايفين في سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه. بالانتقال من البحر الأعظم هننتقل إلى طريق الأوتوستراد. طريق الأوتوستراد من الطرق الحيوية المهمة جدا، زي ما حضراتكم شايفين هذا الاتجاه هو المتجه إلى صقر قريش والجيزة هيكون في سيولة مرورية، أما هذا الاتجاه هو المتجه إلى المعادي والتجمع في سيولة مرورية أيضا موجودة على طريق الأوتوستراد. من طريق الأوتوستراد ننتقل إلى دائري المعادي وتحديدا في أبراج سما، هنلاقي إن هنا في سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى التجمع، وأيضا هيكون في وصلة للعين السخنة هيكون في سيولة مرورية في الحارتين. أما أيضا هذا الاتجاه المتجه بقى إلى المعادي عن طريق الدائري هيكون أيضا في سيولة مرورية موجودة. بالانتقال من أبراج سما هننتقل إلى نقطة أخرى وهي المتجه إلى شارع التسعين والتجمع تحديدا في طريق سكودا، هنلاقي المتجه إلى شارع التسعين والتجمع الخامس في سيولة مرورية موجودة. أيضا هذا الاتجاه الخارج ومتجه إلى دار السلام هنلاقي أيضا متجه إلى السلام هنلاقي في سيولة مرورية موجودة في هذه الاتجاهات. بالانتقال من سكودا هننتقل إلى نفق الإن إيه. نفق الإن إيه في سيولة مرورية أيضا بالنسبة للمتجه إلى مدينة نصر والتجمع الأول أو الخارج من مدينة نصر ومتجه إلى المعادي عن طريق الدائري. أيضا هننتقل من هذه الشاشة إلى طريق الإمداد. طريق الإمداد تحديدا هذا الاتجاه هو المتجه إلى السويس وأيضا شارع الثورة، وهذا الاتجاه هو القادم من السويس ومتجه إلى منطقة الرحاب هيكون في سيولة مرورية تامة موجودة في
جميع الاتجاهات. لكن بنقطة أقرب أخرى لطريق السويس، هل زي ما حضراتكم شايفين على هذه الشاشة هيكون طريق السويس متجه طبعا هذا الاتجاه المتجه إلى السويس، في سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات، وأيضا القادم من السويس ومتجه إلى القاهرة هيكون في سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات. إذن بشكل عام المحاور والطرق الرئيسية هيكون فيها سيولة مرورية موجودة، بعض الكثافات اللي موجودة زي ما قلنا في منزل الصعيد نظرا لوجود الأعمال الإنشائية. لكن حابب أختم مع حضراتكم طبعا بوسط المدينة أو تحديدا محور 26 يوليو في نقطة أقرب هنا أعلى السودان بالقرب من منزل السودان، هنلاقي فيه سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر أو القادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى كوبري 15 مايو. أيضا بنقطة أقرب أخرى دايما بيكون الكثافة اللي موجودة هنا في ميدان لبنان بالنسبة للمتجه لكوبري 15 مايو وقادم من مدينة 6 أكتوبر، لكن الاتجاه المتجه إلى المحور ومدينة 6 أكتوبر في سيولة مرورية موجودة، وأيضا يعني مدخل الشيخ زايد برضو على أيضا على المحور هيكون في سيولة مرورية موجودة. إذن بشكل عام دي كانت حالة الطرق والمحاور الرئيسية، وأيضا محور 26 يوليو بالقرب من كوبري 15 مايو، دي كانت متابعتنا لحالة الطرق الرئيسية الموجودة النهاردة من داخل الإدارة العامة للمرور. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، برجع لكم في الاستوديو هدير وأحمد مرة تانية. شكرا يا محمود، وفي الحقيقة يعني فقرة دسمة مليانة بكتير من التفاصيل، بس أرجوك بقى رد على التليفون بعد ما نخلص البرنامج عشان أعرف أي الطرق اللي أنا أخدها وأنا ماشي. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعد ونكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. مشاهدينا هسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع أحمد عبد الصمد، اتفضل يا أحمد. شكرا هدير. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية لمشروع التجلي الأعظم بسيناء اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلي فيها ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاث. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع في محيط جبلي موسى وسانت كاترين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض كافة المكونات المخطط تطويرها في إطار مشروع التجلي الأعظم، ووجه الرئيس السيسي بضرورة أن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، كما وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة الخدمات لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمكان. يتوجه اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء على دعوة من السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. يأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ورغبة في تعزيزها بما يتناسب مع رؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدما نحو أفاق أرحب. ومن المقرر أن يلتقي المستشار الرئيس الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيسي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وعدد من المسؤولين الإماراتيين لتبادل الرؤى حول قضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني. وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في بدء إنشاء المحور المقترح بمنشية القناطر التي شهدت مؤخرا حادث سقوط سيارة في نهر النيل فرع رشيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال اجتماع استعرض فيه موقف عدد من المشروعات التي تنفذها حاليا الدولة على مستوى الجمهورية، كما أكد مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروعات الطرق والمحاور جنبا إلى جنب مع منظومة شبكة القطارات الكهربائية التي يتم تنفيذها حاليا والتي تمثل نقلة حضارية كبيرة وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج ما يصل إلى 924 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 332,531 متعافيا حتى اليوم. وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى تسجيل 1101 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، لافتا إلى وفاة 26 حالة جديدة. أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 47,113 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية لعدد الإصابات اليومية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4,349,182 حالة. وأضافت الوزارة في بيانها اليوم أنه تم تسجيل 227 حالة وفاة جديدة بالفيروس، بما يرتفع العدد القياسي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301,334 حالة. أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريك أبوت أن جميع الأشخاص الذين احتجزوا كرهائن في كنيسة يهودي أطلق سراحهم دون أن يصاب أحد منهم بأذى. وأضاف بوت على تويتر أنه تم تحرير الرهائن بعد أكثر من 10 ساعات من احتجازهم. هذا وأعلنت الشرطة الأمريكية مقتل منفذ العملية في وقت سابق. وذكرت أيضا الشرطة في بلدة صغيرة بالولاية أنها تتفاوض مع رجل أخذ عدة أشخاص رهائن في كنيسة يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابي مدان وفقا لوسائل إعلام محلية. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني فوزا ثمينا على منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وسجل النجم محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 من زمن المباراة ليقود المنتخب الوطني لتحقيق انتصاره الأول في البطولة. وبهذا الفوز رفعت مصر رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلفا لنيجيريا المتصدرة ب6 نقاط، بينما تجمد رصيد غينيا عند نقطة واحدة بالتساوي مع السودان. ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السوداني الأربعاء المقبل ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة. نهاية موجز أخبار التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان، مكملين مع حضراتكم حلقه صباح الخير يا مصر النهارده. وخلونا نروح نتابع مع زميلنا محمد رفعت مراسل صباح الخير يا مصر بعض اعمال امتحانات الترم الاول في جامعه سوهاج، واللي بتتم الكترونيا، ومع لقاء مع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعه سوهاج. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا هدير، صباح الخير يا احمد، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. اذا هي امتحانات الفصل الدراسي الاول هنا في جامعه سوهاج، والتي تتم وسط اجراءات وتدابير احترازيه عديده. عند مداخل وبوابات هذه الجامعه لا يسمح للطلاب او حتى للعاملين في جامعه سوهاج وفي منظومه الامتحانات من الدخول الا اذا كان مرتديا لغطاء الوجه الكمامه الطبيه ومعه كارت التطعيم. داخل اللجان هناك اجراءات وتدابير عديدة لعدم تفشي فيروس كورونا، سواء من أعمال التباعد داخل اللجان وعمليات التعقيم. الجامعة هذا العام خصصت عدد من لجان العزل ربما لحالات الاشتباه، وأخرى لإخواتنا من ذوي القدرات الخاصة. للمزيد ينضم إلينا معالي الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، يطلعنا عن أهم ما اتخذته الجامعة من إجراءات مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول. أهلا بحضرتك يا دكتور، صباح الخير عليك، وكلمنا عن أهم ما اتخذته الجامعة من إجراءات لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل سليم إن شاء الله. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد، صباح الخير على السادة المشاهدين، وصباح الخير على الأستاذ هدي والأستاذ أحمد من استوديو صباح الخير يا مصر في تلفزيوننا المصري القناة الأولى، قناة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة. اسمح لي من خلال جامعة سوهاج
ان انا يعني بعرض على حضراتكم الخطه اللي اتخذتها الجامعه لكي يقوم ابنائنا الطلاب بتاديه امتحانات نهايه الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021-2022. الحقيقه في قبل بدايه الامتحانات عقدنا اجتماع للجنه العليا للامتحانات ممثله في السيد الاستاذ دكتور نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب والساده وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، السيد مدير عام الاداره المركزيه للشؤون الطبيه، مدير عام الاداره المركزيه للامن الجامعي، مدير عام الاداره المركزيه لرعايه الشباب. واتخذنا سياسه طبقناها من منذ اليوم الاول للامتحانات. اولا وضعنا جداولنا بطريقه تسمح بان كليات عاليه الكثافه توزع على ايام متفاوته، يعني احنا عندنا اربع كليات التربيه والاداب والحقوق والتجاره دول عاليه الكثافه، عشان كده وحطنا لهم جداول بحيث ما يجتمعوش في يوم واحد عشان نقلل من عدد الطلاب اللي بيؤدوا الامتحان في ذات اليوم. عملنا مجموعه من المخيمات اللي اعدت خصيصا في فناء المقر الجديد للجامعه عشان نقلل الكثافه في داخل المدرجات والفصول الدراسيه والاماكن المتاحه لتاديه الامتحانات داخل منشات الجامعيه. استوعبنا كافه الطلاب مع المحافظه على التباعد زي ما حضرتك اثرت في البدايه. الحقيقه اي لجنه موجود فيها لا يزيد على 25 طالب، المسافه بين كل طالب والذي يليه سواء امامه او خلفه او يمينه او يساره لا تقل عن متر ونصف على الاقل. وفرنا كل الاجراءات الاحترازيه على بوابات المقرات زي ما اشرت حضرتك ان ما حدش بيدخل الا يعني في موفر 2 كاف كارته كمامه، لازم يرتدي الكمامه وفي ايده كارت التطعيم. احنا الحمد لله جامعه سوهاج تخطت نسبه 97.2% من الحاصلين على الجرعه الاولى من التطعيم، 75.5% من الحاصلين على الجرعه الثانيه، وبدانا الان في تطبيق الجرعه الثالثه. يمكن الناس بدات تجي لها رسائل، وانا شخصيا جات لي رساله بالامس بالحصول على الجرعه الثالثه وتوجهت للنقطه وحصلت على الجرعه الثالثه بالامس فقط. الحقيقه يعني كمان وفرنا مجموعه من المطهرات في كل الاماكن اللي ممكن يرتادها الطالب اثناء تاديه الامتحانات سواء كان حمامات او دورات مياه على مداخل كل البوابات الجامعيه. وفرنا مجموعه من الكمامات حتى الطالب اللي جاي ومعهوش كمامه بنمنحه كمامه على مدخل الجامعه عشان نتاكد من الاجراءات الاحترازيه. كل الساده الزملاء المشرفين على اللجان سواء كانوا اعضاء التدريس او معاونيهم او من موظفي الجامعه كملاحظين كلهم بيرتدوا الكمامات داخل مقرات اللجان. دكتور مصطفى، يمكن الشيء المهم والابرز السنه دي في جامعه سوهاج هي اللجان الالكترونيه، عدد كبير من القاعات تم تجهيزها للامتحانات الالكترونيه، بداتوا بالقطاع الطبي، العام القادم حسب تصريحاتك في كل كليات الجامعه 17 كليه هتبدا في النظام الامتحان الالكتروني. الحقيقه احنا هذا العام وفرنا يعني الكترونيك اكزامينيشن سنتر او مركز التقويم الالكتروني مكان مجهز وبه عدد 600 جهاز كمبيوتر. كل القطاع الطبي سواء كان طب بشري او صيدله او تمريض حتى الحقنا معهم الطب البيطري هذا العام بيؤدوا الامتحان على جهاز الحاسوب من خلال بنوك اسئله مجهزه مسبقا من الساده اعضاء التدريس المسؤولين عن المقررات. كل الايام الماضيه الامتحانات الالكترونيه تمر فيها بسلاسه وسهوله ويسر لانها مربوطه مع منظومه مراكز القياس والتقويم اللي لها سنتر الكتروني بيديرها على مستوى الجمهوريه من خلال مركز موجود في العاصمه الاداريه الجديده. الحقيقه دي تجربه جديده والحمد لله بنرفع تقرير يومي لمعالي الوزير الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار عن سير العمليه الامتحانيه الالكترونيه للقطاع الطبي والامتحانيه الورقيه من خلال منظومه ورقيه مميكنه، اي يتم في الطلاب في باقي الكليات كلهم يقوم بالاجابه على بابل شيت ويصحح مميكن في ماكينات لتصحيح البابل شيت، وفرناها في كل مقرات الكنترولات في جميع الكليات الاخرى عدا القطاع الطبي. بنجهز مبنى حاليا هيستوعب 5500 جهاز، وده الاستحقاق الثاني للتحول الرقمي في منظومه التقويم. يعني الان اسندناه لاحدى الشركات وتقوم بتجهيز البنية التحتية ليه، ومتواصل مع السيد الأستاذ الدكتور مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي الأستاذ الدكتور هشام فاروق، ومن خلاله بنوفر ال 5500 جهاز هتصل للجامعة في خلال شهور قليلة إن شاء الله على بداية العام الدراسي القادم. كل كليات الجامعة هتأدي النظام الإلكتروني في التقويم ومن خلال هذا المبنى المجهز إن شاء الله. دكتور مصطفى، كنا أشرنا في البداية وحضرتك أشرت أن هناك لجان خاصة للعزل ربما الحالات الاشتباه وأخرى لذوي القدرات الخاصة، ماذا عن هذه اللجان والرعاية الطبية داخل لجان الامتحان بصفة عامة؟ في المقرين سواء المقر القديم أو المقر الجديد متاخم لكل لجنة امتحانية في غرفة مجهزة كلجنة عزل، لو اشتبهنا في أي حالة فيها أي أعراض بنخلي ابننا أو بنتنا تدخل لجنة العزل فورا تحت إشراف طبي تؤدي امتحان هذا اليوم، وبعد اليوم بناخدها على طول على المستشفيات الجامعية عشان نجري لها الأشعة المقطعية والمسحة
ونتاكد اذا كانت دي اعراض طارئه ممكن تكون انفلونزا موسميه او فعلا اعراض اشتباك. والحمد لله حتى الان ما فيش اي طلاب فيهم اي اعراض من هذا القبيل والامور تسير على ما يرام. الاداره العامه للشؤون الطبيه اللي كانت معانا في اللجنه العليا للاعداد للامتحانات، مدير عام الاداره والساده الاطباء والساده هيئه التمريض في الاداره العامه للشؤون الطبيه متوزعين تماما على كل اللجان بيغطوها عشان يشوفوا على اي مشكله تحصل داخل اللجان. وحتى الان الامور تسير على قدم وساق، ما فيش اي مشاكل وما فيش اي اعراض الحمد لله في كل لجان الجامعه حتى الان. يعني شكرا جدا لفضل بالتوفيق ان شاء الله. بشكر لحضرتك. متشكرين يا فندم. إذا أعزائي المشاهدين هكذا كانت الصورة هنا في جامعة سوهاج. استعدادات وتدابير عديدة اتخذتها الجامعة لضمان يعني سلامة سير العملية الامتحانية والحفاظ على كل المشاركين في العملية الامتحانية من تفشي فيروس كورونا. نعود بكم الآن من سوهاج وإليكم الكلمة هدير ويحمد. شكرا محمد رفعت، والشكر موصول ايضا لدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعه سوهاج. ومن سوهاج نروح لمدينه 6 اكتوبر وزميلتنا لمياء حمدين. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك احمد وعلى كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. النهارده احنا في منطقه 800 فدان في مدينه اكتوبر الجديده في لقاء خاص مع المهندس محمود مراد معاون رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديده. هيكلمنا عن 2328 وحده سكنيه بيتم تسليمهم للاهالي في الفتره الحاليه. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. خلينا نتكلم عن الوحدات اللي بيتم تسليمها، عايزين نعرف المزايا اللي فيها، مساحات الشقق وكمان الخدمات اللي بتقدموها للاهالي هنا. طيب بدايه احنا موجودين هنا في منطقه 800 فدان وهي منطقه فيها مشروع من كبرى مشروعات الاسكان الاجتماعي على مستوى الجمهوريه. احنا هنا نفذنا ما يقرب من 42000 وحده سكنيه. احنا هنا بنعتبر بنسلم في بقايا المشروع خلاص، يعني احنا بنسلم في مشروع في قطاع ب ومشروعين في قطاع ج ومشروعين في قطاع د. الوحدات عباره عن هي العمارات ارضي وخمس ادوار كاملة التشطيب، كاملة المرافق وكاملة الخدمات. عندنا نموذج ال 75 متر وهو غرفتين وصالة، ده اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي حاليا. وفي كمان عندنا النموذج ال 90 متر. نفذنا هنا في المنطقة مباني خدمية بتكلفة تجاوزت ال 500 مليون جنيه. احنا عندنا حوالي 8 مدارس، 4 وحدات صحية، 4 ملاعب، عندنا أسواق تجارية، كمان بالإضافة لوجود المواصلات والسيرفيس وخدمة مواصلات مصر. يعني المواطن اللي هيجي هيلاقي إن هو متواجد في عمارات سكنية بالإضافة لوجود المباني الخدمية. كمان المباني السكنية هنا النسبة البنائية لا تتعدى 25%، فبالتالي باقي الأرض كلها عبارة عن مسطحات خضراء وساحات انتظار وخدمات للمواطن. احنا فعلا شفنا مساحات خضراء جيدة جدا، وكمان واحنا داخلين المشروع النهاردة لقينا في وحدات تم تسليمها وفي ناس بالفعل عايشة في المنطقة. بالظبط يا فندم، احنا حتى تاريخه سلمنا أكتر من 29000 مواطن موجودين معنا حاليا في المدينة. طيب كنا عاوزين نتكلم على التعاون اللي بينكم سواء الجهاز يعني وبين الاهالي للمحافظه على الخدمات دي. دايما في كل المشروعات بنلاقي بعض يعني التجاوزات او مش تجاوزات، ازاي نحافظ على الخدمات المقدمه للناس علشان تفضل عايشه بيها؟ طيب هو طبعا يعني ده مفروض تعاون مشترك ما بين الدوله وما بين المواطن، لان المواطن دلوقتي هو اصبح هو المالك وهو المستفيد الاول في المشروعات السكنيه دي. فاحنا بنشتغل من خلال ثلاث محاور. عندنا المحور الاول هو محور المواطن، وده بالتواصل المباشر مع السكان هنا او من خلال مجلس الامناء اللي بيمثل الساكنين. بالاضافه كمان عندنا شركات الصيانه والنظافه، يعني احنا عندنا العماره السكنيه ليها شركه مخصصه للصيانه والنظافه بتاعتها لغايه رصيف العماره، وبعدين كل مرفأ ليه شركه صيانه سواء الكهرباء او المياه والصرف او الزراعه او غيره. فبالتالي عندنا شركات صيانه وشركات نظافه علشان تواصل مهمه الحفاظ على المشروعات. بالاضافه كمان النقطه الثالثه وهو صفه الضبطيه القضائيه اللي تم منحها من وزاره العدل لبعض مسؤولي الجهاز علشان يعملوا حملات مفاجئه علشان نطمن ان اللي ساكن في الوحده ما بحاش او اجرها، لان هو كده هيخالف قانون الاسكان الاجتماعي. كمان ان هو ما يغيرش النشاط، لان الوحدات دي تم تنفيذها علشان تكون وحدات سكنيه، فتغيير النشاط ان هو يحولها لنشاط تجاري او كده ده طبعا ده مرفوض، وبيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه قصاد اللي بيحصل كده اللي هي ممكن توصل للغرامه وكمان سحب الوحده السكنيه، لان ده هو دي تعتبر النواه العشوائيه في المدن الجديده، طبعا ده مرفوض تماما. هو كمان قلت لي ان في زي سنتر او مولات موجوده في المكان الناس تقدر تفتح محلاتها فيها، مش محتاجه ان هي تعمل ده في الوحدات بتاعتها، صح كده؟ بالظبط يا فندم. طبعا هو التخطيط العمراني كل حاجه تتخطى التخطيط عمراني سليم بحيث ان الوحدات السكنيه يكون قصادها في الاسواق التجاريه اللي تخدم عليها. حتى ساحات الانتظار السيارات مثلا بتبقى مخططه ومصممه بناء على عدد الوحدات السكنيه. هو ده التخطيط العمراني السليم اللي احنا بنامل ان احنا نعيش فيه.
طيب بما ان اكتوبر لسه ما زالت يعني مدينه اكتوبر الجديده، عايزين نتكلم كمان عن المشروعات اللي جاري العمل عليها في الفتره اللي جايه. طيب احنا حاليا عندنا المشروع مدينه اكتوبر الجديده فيها مباني سكنيه ضخمه، احنا بننفذ 85,000 وحده سكنيه، تم الانتهاء من 50,000 وجاري تنفيذ 35,000 وحده سكنيه، ده محور الاسكان بتكلفه تجاوزت 13 مليار جنيه. لو دخلنا في مشروعات البنيه التحتيه فاحنا دلوقتي خلاص تم تشغيل محطه رفع الصرف الصحي اللي موجود حاليا، عندنا كمان خزان تم تشغيله، وعندنا خزان سعه 40,000 هيغذي المنطقه الصناعيه، ده برضو جاري تنفيذه بتكلفه تجاوزت حوالي 7 مليار مشروعات المرافق عندنا. لما ندخل بقى في الاراضي فاحنا عندنا كمان اراضي اسكان مميز، بدانا تسليم في موقع ال1000 فدان وموقع ال1800 فدان، دي قطع اراضي اسكان مميز هتعمل تنميه اكتر للمدينه، بالاضافه كمان لوجود المنطقه الصناعيه، احنا عندنا منطقه صناعيه كبرى 10,000 فدان، حاليا بنرفق في المرحله العاجله على مساحه 1600 فدان، بنشتغل مشروعات طرق بتكلفه تجاوزت حوالي 2 مليار جنيه، عندنا مشروعات طرق محوريه ومهمه زي مثلا ازدواج طريق الواحات ده بيصل لغايه الدائري الاقليمي، عندنا كمان مشروع تطوير الواحات من خلال احنا بنعمل اعاده رصف واعاده الاناره باعمده الهاي ماست وخلافه، كمان عندنا دلوقتي بننفذ كوبري علشان يربط طريق الواحات بمشروعات سكن لكل المصريين، فاحنا بنتكلم على مدينه سكنيه تعليميه صناعيه كبرى ان شاء الله. اشكرك في نهايه اللقاء، شكرا جزيلا المهندس محمود مراد معاون رئيس جهاز مدينه السادس من اكتوبر الجديده. زي ما شفنا احمد هو مش بس اتكلم على وحدات تسليم الاهالي هنا في المنطقه في منطقه 800 فدان، كمان اتكلم على مشروعات بنيه تحتيه ومشروعات مختلفه زي الطرق وزي الكباري وكمان المنطقه الصناعيه هنا في مدينه السادس من اكتوبر. اليك يا احمد. شكرا ليكي يا لميا. لميا حمدين كانت معانا من 6 اكتوبر، ودلوقتي نروح لجرمين ابراهيم هتكون موجوده معانا من مكتب صحه رود الفارج. صباح الخير عليك يا جرمين. صباح الخير يا هدير، وصباح الخير يا احمد، وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقه زي ما قلتوا احنا موجودين في مكتب صحه رود الفرج علشان نتابع تفاصيل المبادره الرئاسيه للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع عند الاطفال حديثي الولاده، وخصوصا انه مشكله ضعف السمع هي المسبب الرابع للاعاقه على مستوى العالم. وعشان نعرف تفاصيل اكتر عن المبادره معانا الدكتور محي السيد منسق المبادره. صباح الخير يا دكتور، برحب بيك. في البداية لو تكلمنا عن تفاصيل إطلاق المبادرة وإيه اللي وصلنا له لحد دلوقتي في الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع للأطفال. طبعا المبادرة بدأت في سبتمبر عام 2019 الماضي، طبعا المبادرة بدأت بتوجيهات من سيادة الرئيس وتعليمات من وزير الصحة والدكتور محمد حسني مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة. طبعا بدأنا بتجهيز الوحدات الصحية لتقديم خدمة المسح السمعي، يعني حتى الآن جهزنا تقريبا 3500 وحدة صحية بيتم المسح السمعي أو تقديم خدمة المسح السمعي باستخدام جهاز اسمه الانبعاث الصوتي، والممرضة بيتم تدريبها طبعا على استخدام الجهاز ده، فبتقيس للطفل السمع ليه، ولو في مشكلة بيتم إحالته على مستشفى إحالة. عندنا مستشفيات الإحالة طبعا تم تجهيزها على أحدث مستوى، تقريبا مستشفيات الإحالة دلوقتي عندنا 30 مستشفى إحالة. إن شاء الله المرحلة الجاية هيتم زيادة سواء كان أعداد الوحدات الصحية أو أعداد مستشفيات الإحالة. يعني حضرتك بتكلمينا على الإحصائيات حتى الآن، أنا هقول لحضرتك الإحصائيات اللي تم تسجيلها إلكترونيا، يعني تم فحص حتى الآن ما يقرب من 2,467,000 طفل. الأطفال اللي كان نتيجتهم طبيعية كان عددهم 2,323,000. الأطفال اللي احتاجت زيارة تانية لتأكيد الاختبار الأول في نفس الوحدة الصحية كان عددهم 144,000 طفل. الأطفال اللي احتاجت مستشفى إحالة علشان يتم تشخيصها او بعد كده لو في اي مشكله يتم علاجها كان عددهم 13,657 طفل، وكمان تم فحص ما يقرب من 7,100 طفل اجنبي. هل عمليه يعني الكشف المبكر عن ضعف السمع هو بتتم بشكل اختياري ولا اجباري ومرتبط بشهاده الميلاد؟ طبعا دي نقطة مهمة جدا. دلوقتي الحمد لله منذ بداية المبادرة بدأنا نطبع شهادات ميلاد جديدة فيها إدراج خانة المسح السمعي للطفل، فالطفل بيروح يعمل أول حاجة تحليل الغدة الدرقية، قبل ما يعمل تحليل الغدة الدرقية بيتم توجيهه لعمل خدمة المسح السمعي طبعا، فالموضوع بقى إجباري تقريبا. يعني
امتى بيتم يعني اتخاذ قرار انه العلاج هيكون دوائيا او محتاج يعني جهاز او تدخل جراحي؟ طبعا احنا بعد مرحله الاكتشاف المبكر اللي هي بتسهل علينا تقريبا موضوع فرص العلاج ده جدا، طبعا بعد ما بنتاكد ان الطفل عنده مشكله في السمع سواء كان هيستخدم جهاز او يستخدم علاج دوائي او هيستخدم معينات سمعيه زي السماعه، بعد كده الطفل لو احتاج معينات سمعيه بيفضل فتره بالمعينات السمعيه دي، المعينات السمعيه دي لو ما جابتش نتيجه مع الطفل بعد فتره بيتم طبعا تحديد ميعاد وتاكيدات لاجراء عمليه زراعه قوقعه. لو نطمن الامهات يعني هل عمليه المبادره او الكشف المبكر ده بيساعد في زياده فرص الطفل انه يبقى ليه علاج او انه يقدر يتعامل مع المشكله؟ طبعا دي اهم ميزه في المبادره هو الاكتشاف المبكر، هذاك الاكتشاف المبكر ده بيؤدي الى التدخل المبكر وبعد كده فعلا ده بيسهل فرص العلاج لينا، وفرص العلاج لما العلاج بيبقى بدري ده بيجنبنا مشاكل كتير جدا ممكن تحدث للاطفال زي مثلا مشاكل التخاطب وتاخر الكلام، التاخر الدراسي، طبعا وبالتبعيه المشاكل النفسيه التي قد تحدث للطفل نتيجه ذلك، ممكن الطفل لو عنده مشكله في السمع يعني يتعرض للتنمر، طبعا موضوع الكشف المبكر ده في موضوع اللغة، يعني اللغة لما بيحصل لها تحسن أو تطوير في سن مبكر بيبقى أفضل بكتير، حتى عملية زراعة القوقعة لازم تبقى السن يبقى مبكر عشان يبقى في أوت كامس أو نتائج كويسة جدا لعملية زراعة القوقعة. يعني أخيرا يا دكتور، لو أي أب أو أم دلوقتي عايز يطمن على طفله ويقوم بالكشف عن ضعف السمع يقدر يتوجه لفين بالظبط؟ طبعا احنا بقول لحضرتك دلوقتي تقريبا الخدمة أو تقديم خدمة المسح السمع موجود في كل وحدات الجمهورية، فأنا بقول لحضرتك تقريبا دلوقتي موجودة في 3500 وحدة، فأي وحدة صحية هيقوم الطفل بيها هيقوم الطفل هناك هيروح يعمل تحليل غدة الدرقية هيتم توجيهه قبل ما يعمل تحليل الغدة الدرقية لتقديم خدمة المسح السمع، والموضوع بسيط جدا واستخدام باستخدام جهاز امن جدا، وطبعا انا كنت بنوه على ان موضوع من بدايه المسح السمعي لنهايه حتى لحد فتره العلاج ده كله مجانا في المبادره. خليني اسالك سؤال تاني يا دكتور، يعني هل ده مرتبط بسن معين يعني لازم يبقى طفل حديث الولاده ولا ممكن طفل يكون مثلا عنده سنه الام عندها شك في انه الطفل يعني عنده مشكله يقدر ان هو يتوجه ويشترك في المبادره؟ طبعا المبادره هي مفتوحه لكل الاعمار، بس طبعا احنا بنركز على الاعمار اللي هي من عمر يوم ل 28 يوم، طبعا عشان ايه؟ الاكتشاف المبكر. حضرتك لو الطفل جالنا بعد عمر مثلا حضرتك زي ما بتقولي السنه، طبعا هيبقى فيه زي نظام تاخر شويه، فهو طبعا احنا مش عايزين الموضوع ده يحصل، فعلشان كده بنحاول ان نحل الموضوع بدري علشان نلاقي نتائج كويسه جدا. يعني بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معنا، بشكرك على كل التفاصيل والمعلومات دي. يعني ده كان لقائنا مع دكتور محي السيد منسق المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع عند الأطفال حديث الولادة، وأكيد طبعا زي ما الدكتور أكد لنا أن الاكتشاف المبكر بيساهم بشكل كبير جدا في حل المشكلة والتعامل معها. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. جيرمين إبراهيم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة من مكتب صحة رود الفرج. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة يعني موضوع لفت أنظار الجميع في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، هنتكلم عنه بالتفصيل ونقول لحضراتكم أنه فنانين من 72 دولة اجتمعوا في النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم في 2018 وقدروا أنهم يبدعوا النصب التذكاري لإحياء الإنسانية. بنشوف مع حضراتكم على الشاشة، ويعني شفناه في حضن الجبل في حفل ختام النسخة الرابعة للمنتدى من أيام. نصب التذكاري مش مجرد عمل فني، ده وراه قصة حولت هذا النصب لرمز، هتكلمنا عنه بالتفصيل صاحبة فكرته المصممة الفنانة شوشة أبو الخير. صباح الخير عليكي، ولو تحكي لنا وتعرفي سادة المشاهدين فكرة هذا النصب التذكاري، بداية الفكرة كانت إزاي وإزاي تطورت ووصلت للشكل اللي احنا شفناه على المسرح في الحفل الختامي. صباح النور هدير، صباح النور أحمد، يعني مبسوطة جدا إنه موجودة معاكم النهاردة. فكرة النصب التذكاري بمنتهى البساطة هي كانت فكرة بنحاول نقول للناس بيها إنه مهما كان الإرهاب، مهما كان المشاكل اللي بتحصل حوالينا في العالم، محتاجين نفضل نحافظ على إنسانيتنا. النصب التذكاري هو عبارة عن 195 شاهد عليهم منحوتات قلبية للقلب البشري بالطريقة اللي النحاتين شافوها.
بيمثلوا 195 دولة، وده يعد أكبر تجمع فني في العالم أو في تاريخ البشرية. عمره ما حصل، وجم كلهم على أرض سينا، على أرض مصر، ينحتوا الأعمال الفنية دي. وبالمناسبة ده أول عمل فني يفتتحه رئيس الجمهورية. صحيح. يعني احنا متعودين انهم بيفتحوا الاعمال يعني الصناعيه الاقتصاديه، بس دي كانت يعني حاجه كويسه قوي للمجتمع الفني ككل، ودي ببساطه فكرته. شوشة، انت اتكلمتي عن الفكره، لكن في الحقيقه الرساله مش موجوده في النصب التذكاري فقط، يمكن كل مكان وكل شبر في الموقع ده ليها رساله وليها دلاله وبترمز لحاجه بعينها. كلمينا على البوابه والهدف منها ورسالتها. هو لما افتتحناه في 2018 كانت توصيات السيد الرئيس ان احنا قرر انه هينقل المنطقه دي كلها وتبقى منطقه هادفه لحمايه حقوق الانسان في كل العالم. فادى الامر ان احنا نشتغل على مدينه كامله، مدينة ثقافية ترفيهية هتبقى من يعني إن شاء الله افتتاحها آخر السنة. ودي اللي احنا ورينا يعني اللي الناس شافوه يوم الختام كان 5%. احنا أبهرنا العالم، مش ورينا بس، احنا أبهرنا العالم بالموقع الفريد ده. الحمد لله الحمد لله. وأنا وكل الناس زمايلي اللي اشتغلنا على المشروع ده كنا بنهتم بأدق التفاصيل، يعني من أكبر حاجة لأقل حاجة. بالنسبة للبوابة أنا أسفة، اتفضلي. البوابة فيها 7 أعمدة، لو حضراتكم خدتوا بالكم كل عمود بيشير لواحد من حضارات السبعة اللي مصر اتبنت عليها أو بتنتمي ليها. في لقطة تانية مهمة قوي، قوس الإنسانية اللي هو كان بالضبط قبل المكان وكان جاي كتير في التلفزيون. القوس ده نسبه دايما المصممين بيتباهوا بالنسب. القوس ده أنا كمصممة ما عملتش النسب بتاعته، أنا جبت statistics أو إحصائيات بتوري ضحايا الإرهاب في كل دولة في العالم في الألفية الجديدة من سنة 2000 لسنة 2018 وقت تصميم القوس، وحطناها على زي جراف وخدنا النسب دي رسمنا بيها القوس. فالقوس ده طالع يعني 100% من ارواح الضحايا. وده في حد ذاته شاشه، يمكن احنا عشان نعدي بس من القوس ده او من البوابه دي نفتكر ان اللي احنا فيه من امن وامان واستقرار ومستقبل كمان مشرق ومزدهر ضحى من اجله يعني هؤلاء. صح، حقيقي ده 100%. وكانت الرساله انه الضحايا مش في مصر ومش في العراق ومش صحيح. الضحايا في امريكا وفرنسا وفي العالم كله. ومصر كانت واخدة القضية ان هي تقف قدام الارهاب لحد الحمد لله دلوقتي احنا بنتكلم على الموضوع ده كحاجة يعني في الماضي. صحيح يا شوشة. طيب كمان انا كنت عايزة اعرف منك المسابقة اللي حصلت في فينيسيا الايطالية، وانه ده كان العمل المصري والعربي الوحيد اللي كان ضمن الخمس اعمال الكبار اللي فازوا في المسابقة في اكتوبر اللي فات. المصري والعربي والافريقي. دي مسابقة بتتعمل كل سنة في فينيس، في مهرجان فينيس الدولي، اسمها Art Laguna Prize. بتكرم أعمال من العالم كله فنية، بس طبعا اللي مسيطر عليها التلاينة، يعني معظم لأن هم فعلا يعني ناس متفوقة جدا فنية. النصب التذكاري احنا قدمناه واختير ضمن أفضل 5 أعمال فنية في العالم في سنة 2021، السنة اللي احنا قدمنا فيها. كنت متخيلة طيب ان ده هيحصل بما انك انت شخصيا بتقولي انه الطلاينة مسيطرين على هذه المسابقة؟ لا هقول لك الصراحة، ما كنتش متخيلة خالص، بالذات لان انا بنتمي اكتر للمجال التصميم والعمارة والمجال التاني، لكن ده مجال فني، فكنت داخلة يعني بنافس مش في المجال بتاعي. وما شاء الله تفوقت يعني.
الحمد لله الحمد لله. هو العمل الفني حقيقي هو اللي تفوق، لأنه فعلا حاجة إنسانية وحاجة، يعني لو حضراتكم رحتوا هناك، وأنا بدعوكم إن أنتوا تروحوا تزوروه، على الحقيقة الطاقة هناك حقيقي مكان مقدس، من أول الجبل لحد الطاقة اللي النحاتين سابوها في كل احنا عمل احنا رحنا فني. وشفناه يا شوشة، وكنا موجودين في حفل الختام، وزي ما بتقولي هو فعلا مكان اكثر من رائع، ويمكن في طاقه موجوده في المكان، طاقه ايجابيه ورساله سلام حقيقيه. بس انت كنت وصلت للناس كلها الحقيقه، كنت متخيله شوشه اللي هو يتحول من رمز للانسانيه، رمز من للسلام، لمؤسسه زي موجه السيد الرئيس؟ حقيقي بقى دي نقطه حلوه قوي، وعايزه اقول انه يعني ده يمكن الموضوع ده ما حدش يعرفه. نعم. نفس البروبوزل، يعني نفس المشروع ده اتقدم على فكرة قبل كده في 2017 لهيئة تانية. نعم. وترفض، لأنه بالنسبة لهم كان حاجة غريبة جدا، ويعني إيه يعني هنجيب قلوب ونحطهم في الصحراء. وهنا بقى تبان رؤية منتدى الشباب. عشان كده عايز أسألك يا شوشة، الجهات اللي سندتك علشان بالضبط هنا بقى، يعني حقيقي لازم أدي كريدت للمنتدى الشباب، لأن هم كانوا يعني متفتحين للغاية، وعايزين يعني يتبنوا ويشوفوا أفكار ما اتعملتش في العالم. صحيح. وده كان واحد منهم، ومش بس ده، هم تبنوا ناس كتير وأفكار كتير ودعموها، وده اللي حصل معايا، ان هم خدوا المشروع وبقى مشروعهم، وبقى يعني بيكافحوا عشانه وبيحاربوا عشانه، لحد ما وصلناه للمرحلة اللي هو وصل لها. انا كنت الحقيقة، انا كنت قاعدة في الحفل الختام، يعني مش قادرة امسك يعني دموع من كتر ما الحقيقي الموضوع ده ابتدى بحلم، عارف اللي هي والحلم تحقق، وشفناه كلنا في ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه. الفنانه شوشة ابو الخير، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده في صباح الخير يا مصر. يعني اللي احنا شفناه ده بياكد حاجه واحده بس، مقوله دايما بياكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: الاحلام لا تسقط ابدا بالتقادم. حلم يعني. والحلم تحول لحقيقه رغم مرور الوقت، محدش بينسى حاجه. ويمكن في الجمهوريه الجديده مفيش حاجه بتتعمل هباء، كل حاجه بتتعمل وبتدشن بيكون ليها هدف، والهدف ده مردوده بنشوفه حتى ولو بعد عشرات السنوات. اتدشن النصب التذكاري في 2017، وشفناه النهارده في 2022 بيبهر. صحيح. العالم كله، مفيش احسن اعتقد من كده. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل، ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح وزاره التموين اعلنت عن مشروع دمغ المشغولات الذهبيه بالليزر، وقالت انه دلوقتي في المراحل التجريبيه ليه، وهيتم تعميم المشروع بعد كده. خلونا نعرف التفاصيل اكتر من الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعه الذهب. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تطمنا يعني كل الستات من امبارح ايديها على قلبها ومش فاهمه، طب الذهب القديم اللي معانا هنعمل فيه ايه؟ صباح الخير اولا. دمغ المشغولات بالليزر خطوه ايجابيه جدا وتطور مطلوب، لان الدمغ بالطريقه التقليديه كان بيشوه المشغول، بالاضافه ان ممكن بيبقى فيه ناحيه ممكن تقليد. اما الدمغ بالليزر، تقليد الدمغه حضرتك تقصد التقليديه، لكن الدمغه بالليزر مش هيكون فيها تقليد. الليزر امنه تماما، نسبه الغش فيها تقريبا هتبقى منعدمه، لا يوجد اي تشوه لاي مشغولات، والعالم كله ده الاتجاه العالمي، ودي خطوه رائده من معالي وزير التموين، ان احنا لازم تطوير صناعه الذهب في مصر، لان الذهب مش سلعه كماليه، الذهب صناعه، وصناعه فرق اقتصاد بالنسبه للافراد وبالنسبه للدول ايضا. طب يا دكتور، ده على الذهب الجديد اللي هنشتريه، القديم هيتم فيه ايه؟ يعني هل هنروح الدمغه مفتوحه، اي حد يحب يراجع أو يراجع يعيد دمغ هذه المشغولات، الدمغات الجديدة لا توجد أي مشكلة، والمصلحة فاتحة أبوابها في جميع أنحاء الجمهورية لأي حد يحب يراجع أي مشغولات.
طيب دكتور، عاوزين نعرف الآلية اللي بيتم بيها بقى تطبيق الدمغة دي تحديدا، يعني هل هتستغرق أيام؟ هل هيكون يعني لحظي بيتم دمغها بيه الدمغة الجديدة الليزر؟ حضرتك احنا ما زلنا في المرحلة التجريبية، فترة قليلة قادمة هتبتدي التنفيذ. نعم. على العموم، ولا دمغها ما بياخدش وقت خالص، بالعكس هي بالليزر وتقرأ ايضا باجهزه حديثه، فهي بعيده امنه تماما وبعيده عن اي متناول اي حد يريد العبث باي شيء. طيب انا مواطن معايا ذهب وما رحتش عملت الدمغه الجديده الليزر، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ لا، الذهب اللي معاك ذهب، يعني هو الذهب اللي معاك افرض انه مدموغ بدمغه حكوميه سليمه اللي هي بالاختام التقليديه، فهو ذهب ويباع ويشترى ولا يوجد اي مشكله فيه. يعني بالعكس، احنا بناخد خطوه للامام، لكن نعم. مش معنى كده ان الدمغات، لا، دمغات معتمده وسليمه والذهب يباع ويشترى. طيب ولا ما دكتور معلش انا اسف، ايه الفرق هنا؟ يعني الناس اللي معاها الذهب القديم هل هيبقى في حاجه اسمها ذهب قديم وذهب جديد؟ لا وليه لا لا وليه لا. هنجمع القديم وندمغه بالليزر؟ لا 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 لا, لا. انت حضرتك عايز تطمن على اي مشغول، ده ممكن تراجعه في مصلحه الدمغه والموازين. نعم. اما ان انت كذهب فهو ده ذهب وده ذهب. يعني مفيش اجبار يا دكتور على انه الناس تروح تدمغ الدغم القديم الموجود عندها؟ لا 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 لا. ومفيش فرق في الاسعار برضو عشان الناس عايز تطمن، مش هيكون في فرق في الاسعار اطلاقا يا فندم. انت حضرتك عايزه تراجع اي مشغول، فبمنتهى السهوله بتتوجه للمصلحه والمصلحه بترجعه لك ولا توجد ادنى مشكله. نعم. طيب عايز حضرتك تكلمنا برضو عن دور وزاره الاتصالات في الموضوع، لانه كان في اخبار امبارح عن انه في تعاون مع وزاره الاتصالات في مساله الدمغ بالليزر. لان نظام الدمغ الحديث بيخزن كل المعلومات عن المشغول، تاريخ صنعه، عياره، تاريخ دمغته، فكل المعلومات دي بتتخزن على هوست، نظام تخزين معلومات قوي جدا جدا، بحيث لما انت تحب تراجع اي مشغول تجديها بمنتهى السهوله. نعم. طيب عاوزين بقى نعرف بالنسبه لمشاكل سوق الذهب في مصر، ايه الجديد اللي بيحصل فيها علشان يتم الارتقاء ب يعني هذا السوق اللي بيضم عدد كبير من العماله في الحقيقه؟ اولا سوق الذهب، انا دايما اقول الذهب هي صناعه الذهب، لان الذهب صناعه قوميه وصناعه استراتيجيه وللدوله، لان طبعا احنا عارفين ان الدول اللي اقتصادها قوي ده بيبقى عندها احتياط استراتيجي قوي من الذهب. نعم. فكل ما زاد الاحتياط الاستراتيجي كل، ونجد ان اكبر الدول هي الولايات المتحده الامريكيه باحتياط استراتيجي حوالي 83,000 طن. احنا مصر اخذين في زياده الاحتياط الاستراتيجي الذي قارب حوالي 80 طن حاليا. نعم. وده طبعا بيدي قوه للاقتصاد القومي، وصناعه الذهب من العواميد الاساسيه للاقتصاد للافراد وايضا للدول. فالافراد الذهب هو مخزون قيمه قوي جدا، واسعاره دايما بتزيد حوالي سنويا من 20 لـ25%، والذهب لو قعد مليون سنه هو ذهب. كان في توجيه من السيد الرئيس ب يعني بنتكلم في فكره اعاده احياء اسواق الذهب مره اخرى، ايه الجديد اللي حصل فيها؟ طبعا فخامه السيد الرئيس وجه بشيء عظيم جدا، وهو انشاء مدينه للذهب. صحيح. وده يعني انجاز يعتبر ورؤيه ثاقبه جدا جدا، وبيتم ايضا في هذه الايام انشاء اول مصفاه لتكرير الذهب في مرسى علم. ولتكرير ايه المخطط للمدينه دي يا دكتور؟ ايه الجديد او المستهدف منها؟ المدينه دي ستكون مدينه عالميه لتجاره وتصنيع الذهب، وستكون فيها جميع انواع الشركات، وفي ملتقى طرق نستفيد من شبكات الطرق العظيمه جدا التي انشئت. نعم. وستكون فيها كل الانواع، معارض عالميه، معارض مصريه، مصانع مصريه وعالميه. وستكون مكانها هيكون فين يا دكتور؟ مكانها بالقرب من العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه الجديده ده هيبقى زي تجمع لكل محال بقى ومصانع والعاملين في مجال الذهب بشكل عام. اكيد طبعا هيبقى فرصه رائعه جدا، وهتدي نقله قويه جدا لصناعه الذهب في مصر. طيب يا دكتور، في بلاد معينه الذهب بتاعها معترف به عالميا، احنا قريبين من ده ولا احنا فين من ده؟ ما احنا حضرتك انشاء اول المصفى ديت بيديني ذهب اللي هو
بنقول عليه فاين بيور جولد اللي هو اربع ساعات اللي هو الذهب البندقي وبتتختم بختم معتمد عالميا. والذهب دايما انا بقول هو السلعه العالميه الوحيده المعترف بها في جميع انحاء العالم. صحيح. انت حضرتك لو معاكي ذهب في اي حته في العالم هو ده. انت معاكي سيوله. هو تفر في انهي دوله مش يعني حط اي دوله في العالم. فالذهب اقتصاد افراد اقتصاد دوله والعنايه به من سياده الرئيس يعني مطلوبه جدا جدا والى الامام طبعا ونتطلع الى المزيد وانشاء مزيد من الشركات لان ده بيدعم بقوه الاقتصاد القومي. صحيح. دكتور ناجي فرج مستشار وزير التمويل لصناعه الذهب بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. للاسف خلصت حلقتنا بسرعه. خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، كنا معاكم على مدار 3 ساعات، انا واحمد، وبكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد. ربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والبركه. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر مره ثانيه.